الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. يوم جديد وبداية جديدة، يا رب يكون يوم سعيد، يوم مليان طاقة ونشاط كده، ونبقى بادئين مش بس يومنا، السنة كلها يا رب تبقى سنة سعيدة عليكم جميعا. ازيك يا سمسم؟ صباح الخير يا الجو ايه. ريحته مدارس كده النهارده، ايه رأيك؟ صباح الخير بالفعل، صباح الخير على حضراتكم بالتأكيد. في الأول يوم جديد، حلقة جديدة، 8 الصبح يبدأ يومك صح. النهارده احنا بادئين في أجواء مختلفة جدا، في طبعا أجواء من البهجة والنشاط، ويمكن اللي طلع كده الصبح بص كده من البلكونة بتاعته أو من الفراندة أو من سواء المكان اللي هو ساكن فيه، دايما يوم كنت بطلع في الوقت بتاع الفجر ده كنت الاقي الدنيا كلها هس. النهارده كان كله انوار وكل الناس صاحيه وفي حركه في كل البيوت، عشان بالتاكيد خلاص بدايه السنه الدراسيه الجديده. كل سنه وحضراتكم طيبين وكل اولياء الامور طيبين وربنا معاكم بالتاكيد، ودايما جنب ولادكم في كل خطوه. ويمكن بعض المدارس بدأت امبارح، لان في بعض المدارس ما عندهمش يوم السبت اجازه، لكن كل المدارس احنا دلوقتي بنتكلم على كل المدارس خلاص بدأت، وكل الاطفال دلوقتي في كل المدارس موجودين وداخلين دلوقتي حاليا بالظبط، فاضل لهم يعني او تقريبا ممكن يكون دخلوا الفصول لسه حالا يعني. فطبعا الاجواء النهارده مختلفه مبهجه، وفي مدارس كانت متزينه وعاملين بالونات وعاملين هدايا وعاملين العاب وعلم مصر وحاجات لطيفه جدا 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 جدا. كل سنه وحضراتكم طيبين، ان شاء الله عام دراسي سعيد علينا جميعا. كل سنه طيبه، كل سنه وانتي طيبه يا اسماء، حسب ذكرياتك مع المدرسه يعني. لا لا لطيفه، لا لطيفه، لا لا. واليوم اللي قبل المدرسه ده اللي بتبقي واخده حاجه المدرسه الجديده في حضنك ونايمه وفرحانه ومستنيه عشان البسها الصبح. الواحد برده كان طفل مصر. هو اول يوم بس، بعد كده خلاص. يا رب تبقى سنه جديده وسعيده عليكم كلكم يا رب. وزاره التربيه والتعليم كمان كانت حريصه ان هي يعني تهيئ المدارس طلبة للأجواء، تعمل أجواء كده مناسبة لبداية سنة جديدة، جهزت الفصول وتوزيع المقاعد وفق معدلات الكثافة الجديدة. كمان المدارس النهاردة خلاص من حوالي نص ساعة، 7:30 بيبدأ طابور الصباح بتحية العلم النشيد الوطني، وفي كمان جولات ميدانية من قيادات الوزارة عشان يتأكدوا من تحقيق الانضباط في المدارس. مع بداية السنة الجديدة دايما بيبقى فيه كده، مش هقول عبء، لكن بيبقى فيه دور على الآباء والأمهات في ان هم يأهلوا الطفل لانه هيروح المدرسه، هينفصل عن اهله، خاصه لو اول مره يروح مدرسه، لو ما سبقلوش انه راح الحضانه مثلا، ما تعودش انه يقضي ساعات طويله بره البيت من غير مامته ومن غير بابا. فازاي الام والاب يشجعوه نفسيا، يهيئوه بدنيا كمان لعام دراسي جديد؟ النهارده هيكون معانا فقره خاصه هنتناقش فيها ازاي نجهز ولادنا للعام الدراسي الجديد عشان يتقبلوا بقى الانفصال عن الاهل، يتقبلوا ان هم بياخدوا دروس، بيذاكروا، بيركزوا ازاي في المدرسه. كل ده ان شاء الله على مدار حلقتنا هنناقشه. يومكم جميل يا رب، وصباحكم خير وتفاؤل، وتعالوا نبتدي.
مدرسة، لكن كمان أول يوم في فصل الخريف رسميا وفلكيا. هيئة الأرصاد الجوية بتقول لحضراتكم النهاردة 22 سبتمبر 2024 أول أيام فصل الخريف، الجو هيكون حر رطب نهارا على أغلب الأنحاء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ومائل للحرارة ورطب ليلا. في استمرار في الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء. وقالت كمان هيئة الأرصاد أنه من المتوقع يكون في نشاط للرياح على بعض شواطئ مطروح والعلمين واسكندرية وبلطيم وبور سعيد. قالت كمان أن في سرعات للرياح النهاردة من 40 لـ50 كيلومتر في الساعة وارتفاع للأمواج من 2 لـ2.5 متر. وقالت كمان هيئة الأرصاد أنه في فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري، وقد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري. تفاصيل أكتر عن حالة الجو والمرور مع أسماء. تفضلي يا أسماء. شكرا يا آية. وآية قالت لنا أخبار حلوة أن في انخفاضات في درجات الحرارة، فخلينا نشوف الانخفاضات دي وتأثيرها على كل المحافظات، البداية من القاهرة. القاهرة العاصمة الإدارية 6 أكتوبر، إيه ده القاهرة النهاردة 32 درجة، ده يعني من زمان ما شفناش درجة الحرارة دي، حاجة لطيفة جدا. وليلا 23 درجة حرارة متوسطة وجميلة. العاصمة الإدارية 6 أكتوبر 33-23. السلوم 29-22، العلمين الجديدة والإسكندرية 28-22. بدأت درجات الحرارة فعلا واضح أن في انخفاضات في درجات الحرارة، لكنها بالتأكيد ما زالت متوسطة. الإسماعيلية 33-24، بورسعيد ودمياط نفس متوسطات درجة الحرارة 30-26. الغردقة وشرم الشيخ برضو واضح الانخفاضات في درجات الحرارة، خصوصا العظمى دايما كنا بنلاقي متوسطات 39-40 لسه لغاية الأسبوع اللي فات، لكن دلوقتي واضح طبعا 36-27 درجة حرارة متوسطة ولطيفة. السويس 33-24. الوادي الجديد ما زالت مرتفعة درجة الحرارة العظمى 39، الصغرى 26، رفح وطابة 30-22. بني سويف والفيوم طبعا دول أولى محافظات الصعيد، درجة حرارة لطيفة متوسطة 34 العظمى، الصغرى 22، وسانت كاترين 28-14. الأقصر ما زالت درجة الحرارة برضو مرتفعة في الأقصر 39 درجة ليلا 26، أسيوط والمنيا درجة حرارة متوسطة 34-22. حلايب 34-29، شلاتين 37-28، ما زالت أسوان هي اللي بتحتفظ بدرجة الحرارة الأعلى 40 درجة طبعا نهارا وليلا 27، يعني بنتكلم في درجة الحرارة في انخفاض واضح طبعا في كل درجات الحرارة. وزي أيام قالت كل سنة حضراتكم طيبين، النهاردة أول أيام فصل الخريف اللي هيمتد 89 يوم بالظبط 20 ساعة بالتأكيد، فعايزين نستمتع بيه بأقصى درجة قبل ما ندخل بالتأكيد على فصل الشتاء. إن شاء الله نستمتع بأجواء لطيفة. حالة الجو، خلينا بقى نتابع حركة المرور. النهاردة طبعا أول يوم دراسة، فبالتأكيد ممكن نلاقي انعكاس ده على حركة المرور بشكل كبير، وهيبقى فيه إلى حد ما بعض التكتلات. نشوف هي فين ونمشي كده زي ما احنا متعودين من خلال جوجل ماب وبالتحديد من طريق صلاح سالم، نشوف فين الأماكن اللي تأثرت طبعا بشكل كبير. النهاردة هنلاقي فيه تغير في الخريطة المرورية أعتقد يعني، بس لغاية دلوقتي طبعا صلاح سالم ماشي في بعض الكثافات لكنها متقطعة مش مؤثرة بشكل كبير على السيولة المرورية، لسه مستمرين برضو الطيران زي حضراتكم ما شايفين، سيولة مرورية كبيرة مكملين مع صلاح سالم.
وصولا برضو كوبري الفنجاري، والمنطقه دي كلها لطيفه جدا. لغايه دلوقتي ما شفناش التاثير الكبير في الازدحامات، وصولا لمطلع كوبري اكتوبر من صلاح سالم برضو لغايه دلوقتي، حتى اسفل اكتوبر منطقه بتاعه رمسيس النهارده ما فيهاش كثافات مروريه زي اللي احنا متعودين عليها في هذا التوقيت، لكن بدات تظهر الكثافات المروريه اعلى كوبري اكتوبر في الاتجاهين، كثافات عاليه ممتده. ده لسه ما وصلناش حتى لمنطقه غمره، فالكثافات النهارده باديه بدري شويه على كوبري اكتوبر وفي الاتجاهين وممتده معانا. بصوا المنطقه كلها كوبري اكتوبر تقريبا اكتر من نصه واقف مكمل معانا، منطقه غمره اهي كلها في الاتجاهين، كثافات عاليه وكثافات متوسطه، لكن العاليه هي السائده ومكمل معانا برضو الكثافات لوسط القاهره. النهارده كوبري اكتوبر يعني نحاول نتجنبه الى حد ما وصولا لكورنيش ماسبيرو، ونشوف ماسبيرو لما نوصل هناك الكثافه المروريه شكلها ايه على الكورنيش. نمشي سريعا كده نوصل لكورنيش ماسبيرو ونشوف الكثافات المروريه هناك. طبعا عدينا وسط القاهره وصلنا للكورنيش اهو، في برضو الكثافات اللي احنا متعودين عليها في كورنيش ماسبيرو ولكنها ممتده وكثافات عاليه، حتى مش متوسطه ومش متقطعه، ممتده بشكل كبير. نوصل سريعا لمطلع كوبري 15 مايو، الحمد لله دلوقتي وصلنا لمايو، بقت الاحوال المروريه افضل كثيرا في الاتجاهين. مكملين مع مايو، مفيش اي كثافات اعلى كوبري مايو، واحنا متجهين لمحور 26 يوليو وميدان لبنان، في بعض الكثافات المتقطعه مش ممتده، فيعني الاحوال هنا لطيفه وصولا لطبعا المنطقه اللي احنا متعودين عليها. شايفين برضو منطقه حتى التحويلات المروريه ما فيهاش اي كثافات، مكملين لغايه دلوقتي السيوله المروريه وصولا لميدان لبنان. نشوف بقى ميدان لبنان كده سريعا الاحوال فيه ايه، لان دايما هذه المنطقه اللي بتكون فيها الكثافات، بدات تظهر كثافات عاليه هنا لكن مكملين برضو. اهو المنطقه بتاعه ميدان لبنان واسفل الدائري، المنطقه دي دايما بتكون مزدحمه، النهارده ما فيهاش اي نوع من الازدحامات، يعني منطقه صغيره جدا. يعني احنا بنتكلم النهارده الكثافه المروريه كلها على كوبري اكتوبر، نحاول النهارده نتجنب كوبري اكتوبر، لكن كل الطرق الحمد لله مش مؤثره، او يعني حتى كمان عشان المدارس وصلوا بالفعل، فدلوقتي الحاله المروريه افضل كثيرا. ربنا يوصل حضراتكم بالسلامه. نروح سريعا نتعرف على مواقيت الصلاه.
منتدى شباب العالم بيشارك النهاردة في قمة المستقبل اللي بتعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. بعد حصوله على اعتماد خاص بيتيح له المشاركة في أيام العمل المقررة يوم 20-21 سبتمبر، بتليها الجلسات الرسمية للقمة يوم 22-23 سبتمبر. بيعكس هذا الاعتماد تقدير دولي لدور المنتدى اللي بيعقد تحت رعاية الأكاديمية الوطنية للتدريب في تمكين الشباب وإيصال أصواتهم لمراكز صنع قرار الدولية. في سياق آخر، أعلنت إدارة المنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ 12 والمقرر إقامتها في مصر عن تولي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الإشراف على ملف إدارة المتطوعين واختيارهم على أن تتولى الأكاديمية الوطنية للتدريب، عضو التحالف الوطني، تدريب وتأهيل المتطوعين على الأدوار اللي هيقوموا بأدائها خلال المنتدى، ويتولى الشباب المنظمين لمنتدى شباب العالم بدورهم أنشطة المنتدى وفعالياته كاستمرار لدورهم في تنظيم الفعاليات الكبرى والدولية اللي تمت على أرض مصر تنظيم وتنسيق خلال السنوات اللي فاتت. لتفاصيل أكتر بتنضم لنا على التليفون الأستاذة سارة الشلقاني، مدير تحرير جريدة الدستور. أهلا بيكي يا أستاذة سارة، صباح الفل. أهلا بحضرتك يا أستاذة آية وبالسادة المشاهدين. أهلا بيكي. تعالي نتكلم الأول عن مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل اللي بتعقد في مقر الأمم المتحدة، ومشاركتهم أو الاعتماد على منتدى شباب العالم في المشاركة في الجلسات. هاني، دي خطوة مهمة جدا جدا في تاريخ المنتدى، خاصة ان احنا لو رجعنا لاول نسخة تم عقدها للمنتدى في 2017 كان مجرد فكرة، كان الاجندة بتاعته بتتضمن نموذج محاكاة للأمم المتحدة. فخلينا نقول ان من 2017 الان احنا في 2024 والأمم المتحدة تمنحه اعتماد خاص للمشاركة بشكل عالمي، وده بيعكس الدور اللي مصر كانت منوطة بيه من البداية بإشراك الشباب حوالين العالم في صناعة القرار وفي إيجاد حلول للقضايا المحورية، سواء قضايا الطاقة أو قضايا القيادة أو القادة حول العالم ومختلف القضايا اللي احنا شفنا مناقشتها على مدار النسخ اللي تم عقدها من المنتدى في مصر. من أهم الحاجات اللي هيناقشها المنتدى خلال مشاركته هي أيضا إشراك جهود الشباب في صناعة القرار حول العالم، خاصة إن احنا بنشهد اضطراب عالمي يمكن منذ جائحة كورونا، كان عندنا اقتصاد مضطرب للغاية في عصر الجائحة أو في سنة الجائحة، وتبعها بعد ذلك اقتصاد الحرب كما نطلق عليه بشكل عالمي مع اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا والصراع الحالي في منطقة الشرق الأوسط. إلى أي مدى منتديات الشباب أهلت وجهزت الشباب للمشاركة في أحداث دولية زي اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة، وإحنا كمان بنتكلم عن أحداث ومؤتمرات اتنظمت على أرض مصر شارك فيها الشباب المصري، وزي ما أنت كنت بتشيري من شوية وصلوا صوتهم لمراكز صنع القرار. كمان المنتدى الحضري العالمي نسخته الـ 12 مقرر إقامته في مصر، فإحنا بنتكلم على حدث مهم هيتنظم في مصر، والتحالف الوطني العمل الأهلي التنموي هو اللي يتولى إدارة ملف المتطوعين اللي هيقوموا بتنظيم هذا الحدث. خليني أوضح لحضرتك إن المنتدى الحضري كما تم إعلانه يعني هيكون مصر أول دولة تستضيفه في أفريقيا من حوالي 20 سنة، وده بيدل على الجهود أو تقدير العالمي للجهود اللي مصر قامت بيها في هذا المجال على مدار السنوات القليلة الماضية، ويثبت بما لا يعني مفيش مجال للشك ان اشراك الشباب او رؤيه مصر الحقيقه باشراك الشباب في هذا الدور هو الاهم للغايه، لان صنع القرار او وجود رؤيه لصنع القرار في الاساس ما بقتش مقتصره على اهل الخبره في هذا المجال فقط او من يقودونه، ولكن الشباب حوالين العالم بالتطور اللي احنا بنشهده بأحداث المتسارعه اللي احنا بنشهدها يدل على ان رؤيه مصر بان الاجيال القادمه لازم تشارك في صناعه القرار وفي ايجاد الحلول هو امر مهم للغايه. كمان نقدر نقول ان تولي الاكاديميه الوطنيه للتدريب ملف المتطوعين خطوه مهمه للغايه في دورها، لانها مش بس فكره تدريب المتطوعين ولكن ايضا هتضمن التكافؤ ما بين الجنسين مثلا والتمثيل الجغرافي وغيرها من مختلف الاعمار. احنا لو بصينا على النسخ اللي تم عقدها مثلا من منتدى الشباب خلال السنوات الماضيه، احنا كان عندنا اعتقد 4 أو 5 نسخ في 2017 و2018 و2019، وتم بس
عدم يعني عدم عقد المنتدى خلال 2021 بسبب ظروف الجائحة، هنلاقي إن كان مختلف الأعمار بتشارك، من بداية من 14 و16 سنة وحتى 40 سنة. وهنلاقي طبعا كان يعني كان في أكثر من 7000 شاب بيشاركوا في بعض النسخ. ده من أهم الحاجات اللي مصر قدرت توصلها للعالم وقدرت تكون مؤثرة فيها، مش فقط الإقناع بالفكرة ولكن مدى تأثير الفكر، وهو ما لفت انتباه العالم في النسخة الحالية من سواء المنتدى الحضري أو قمة المستقبل اللي هشارك فيها المنتدى. وتلاقي الأفكار، يعني ما ننساش منتديات شباب العالم اللي كنا بنستقبل فيها شباب من كل مكان في الدنيا يقولوا أفكارهم وتتلاقى الأفكار، ونشوف على أرض مصر إزاي بنوصل لحلول وبنعمل يعني تواصل كمان ما بين الشباب من كل حتة في الدنيا إلى صناع القرار. يعني أنا بشكرك طبعا، شكرا جزيلا أستاذة سارة الشلقاني مدير تحرير جريدة الدستور على هذه القراءة وعلى هذه التفاصيل، شكرا لك. نروح بقى سريعا لجولة رياضية كده في بعض الأخبار اللي لازم نحتفي بيها. وأول خبر، منتخب كرة اليد لأول مرة للكراسي بطلا للعالم. فاز أمس منتخب كرة اليد للكراسي المتحركة على نظيره الأمريكي بنتيجة 2-0 في الدور النهائي، كده بيتوج باللقب بعد فوزه على فرنسا 2-0 في الدور نصف النهائي في بطولة العالم اللي بتستضيفها مصر في صالة حسن مصطفى. المنتخب كان قبل كده نجح ان هو طبعا بقياده مديره الفني وائل عبد العاطي في تحقيق الفوز في الفتره الصباحيه على نظيره الياباني بنتيجه 2-1، وده كان في ربع النهائي. وبعد كده زي ما قلنا لحضراتكم فاز على فرنسا في النصف النهائي ليتوج بعد كده بلقب لقب بطل العالم بعد فوزه على نظيره الامريكي. الف 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 مبروك، ودايما رافعين راس مصر في كل طبعا المنتديات وفي كل الاماكن عاليا بإذن الله. طيب من الأخبار برضو اللي نحب نقولها النهاردة لكل جماهير الأهلي، لهم ألف مبروك. فريق الأهلي تأهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على جورماهيا الكيني بثلاث أهداف نظيفة في المباراة اللي جمعتهم امبارح السبت على استاد القاهرة في إياب دور الـ 32 للبطولة الأفريقية في ليلة الاحتفال بتتويجه بدرع الدوري رقم 44 في تاريخه واللي توج به في الموسم الماضي. أهداف الأهلي اللي أحرزها كان رامي ربيعة، وسام أبو علي، وطاهر محمد طاهر، علما كمان بأنه مباراة الذهاب في كينيا انتهت بفوز الأهلي بنفس النتيجة. تفاصيل أكتر وقراءة في المباراة معايا تليفون دكتور عثمان إبراهيم الناقد الرياضي. أهلا بك يا دكتور، صباح الخير. طبعا الفل، طبعا حضرتك وكل الساده المشاهدين اهلا بحضرتك. في الاول، مشوار الاهلي خلال البطوله كان مشوار مهم، ولو قدرنا كده نحلل او نقرا مشوار الاهلي، ازاي الاهلي حافظ على الصداره؟ ايه نقاط القوه اللي اعتمد عليها الاهلي عشان يحقق هذه النتيجه؟ يمكن الموسم اللي فات في مسابقه الدوري كان من اصعب المواسم على النادي الاهلي، فظل طبعا كان في مؤجلات كتير جدا جدا بسبب كثره ارتباطات الاهلي القاريه والعالميه على مدار الموسم، ولقى نفسه في الاخر مضطر خلال شهرين يلعب حوالي 19 مباراه في 60 يوم، وده رقم كبير جدا جدا ممكن غير مسبوق على المستوى المحلي وحتى على المستوى العالمي. صعب جدا فرقه تلعب كل 3 ايام او كل 72 ساعه مباراه بالشكل المضغوط ده، لكن ده كان الاختبار الاكبر للاعيبه النادي الاهلي بقياده طبعا السويسري مارسيل كولر، واللي قدروا يتخطوا هذا الاختبار بنجاح. يمكن كان في مباراتين ضد نادي بيراميدز اللي هو كان المنافس الاساسي للاهلي في الموسم اللي فات، وقدر يفوز 3-2 و1-0، واعتقد المباراتين دول تحديدا كانوا حجر الزاويه او كانوا السبب الرئيسي ان النادي الاهلي يحسم تاهله او يحسم فوزه بلقب الدوري الممتاز للمره 44 في تاريخه. الشيء الطريف والجميل ان الاهلي كان هو اول فريق في تاريخ مصر اللي كان بيحمل الدرع الدوري بشكله القديم، ولفت الايام ودارت، وبعد 75 سنه من اول تتويج الاهلي برضه هو اول فريق يحمل درع الدوري بشكل جديد. ايه السبب يا دكتور عثمان في تاخير تسليم درع الدوري وانه النادي الاهلي بيتسلمه في مباراه في دوري ابطال افريقيا؟ يمكن عشان نتقال طبعا كان في تصميم جديد لدرع الدوري والناس كلها شافته طبعا في الاحتفال بتاع النادي الاهلي امبارح التتويج. اتقال عشان خاطر كان في تصميم جديد ولسه ما جاش من بره، من انجلترا تحديدا، وبعد طبعا وصول الدرع كان لازم يكون في وقت مناسب لتسليم الدرع. كان في افكار كتير انه ربما ممكن يتم تسليم الدرع في احتفال للنادي الاهلي، ولكن
اداره الاهلي مع طبعا الشركه المتحده، كان في اتفاق ان كل الاحتفال بالتتويج يكون امام الجماهير وفي ارض الاستاد. واعتقد يعني زي ما بيقولوا كده كل تاخيره وفيها خيره، يمكن لفت الايام ودارت والنادي الاهلي جه في فتره تتويج بالدرع في ظل طبعا وجود جماهيره 30,000 متفرج. اي نعم كانت مباراه في دوري ابطال افريقيا، ولكن الموضوع ده عادي، الاهلي خد موافقه الكاف بشكل طبيعي واللعيبه احتفلت بعد نهايه المباراه مباشره بالحصول على درع الدوري. اعتقد الاحتفال كان جيد جدا بشكل مختلف، تنظيم رائع، الالعاب الناريه، شغل الالعاب الناريه كان حلو جدا جدا. يمكن الناس كلها اتفرجت على الصور والفيديوهات الخاصه بالتتويج، اعتقد شكل مبهر. ومصر ما شاء الله خلاص متعوده ان احنا اي حاجه بنقدمها او بنخرجها او بنطلعها للعالم بيكون شكلها حلو جدا جدا. كلنا شايفين كمان الطلب على مباريات النادي الاهلي تحديدا بشكل خاص والكره المصريه بشكل عام من جميع القنوات، وده برضو بيسري وبيؤكد ان الكره المصريه غنيه جدا جدا، وان الشركه المتحده عامله شغل عالي جدا جدا مخلي كل الانظار تلتفت وتنتبه الى التنظيم الجيد، الشو الحلو، العرض الحلو، لان دايما زي ما بيقولوا كده الشكل الحلو بيدي رونق، بيدي قيمه اكبر، واحنا عندنا قيمه كبيره زي النادي الاهلي ونادي الزمالك والانديه الجماهيريه لهم قيمه كبيره جدا جدا على المستوى مش المصري فقط، على المستوى العربي والاقليمي. فاعتقد ان شاء الله الفتره الجايه هيكون في استفاده كبيره جدا جدا من الانديه المصريه باذن الله في هذا الاطار. اخيرا تقييمك لاداء الاهلي في بطوله ابطال افريقيا لحد دلوقتي وتوقعاتك للمباريات القادمه. طيب بالمناسبه يعني دوري ابطال افريقيا لسه ده اول دور، الدور التمهيدي الثاني اللي بيشارك فيه طبعا الفرق الكبيره، يمكن معظم الفرق الكبيره هتتاهل، في منها تاهل بالفعل لدور المجموعات، وهو ده بقى الدور الرئيسي اللي هيكون فيه منافسه شرسه جدا جدا. طبعا النادي الاهلي عمل نتيجه كويسه جدا، فاز على جورماهيا كيني 6-0 في المجموعه اللقائين، 3-0 في كينيا، 3-0 في القاهره. لو بنتكلم على مجمل الاداء، لا الاداء كان يعتبر جيد جدا في سياق ان جورماهيا كيني لاول مره في تاريخه يخسر من فريق مصري في نيروبي في كينيا، وكمان ياخد 3 في الذهاب وزيهم في الاياب، فده مؤشر جيد لعيبه النادي الاهلي. عايز اقول لكم ان فريق الترجي التونسي داخل البطوله بقوه، فاز على فريق جلها الصومالي 8-0 امبارح في مباراه العوده، فالترجي تاهل لدور المجموعات. سان داونز نفس الكلام، فاز على مباباني سوالوز من سواتيني 4-0 في الذهاب و4-0 في العوده، يعني برضه مجموع المباراتين 8-0. فواضح ان الاهلي، سان داونز، ترجي، ثلاث فرق تاهلوا بالفعل لدور مجموعات، كمان ما ينساش بيراميدز اللي تاهل لدور مجموعات. اعتقد المنافسه هتكون قويه وقويه جدا جدا في المجموعات، يمكن كانت مفاجاه وحيده خروج بترو دلواندا الانجولي من دور التمهيد الثاني، دي كانت مفاجاه من عيار الثقيل على فريق مانييما، ومانييما ده فريق من الكونغو الديمقراطيه نفس بلد مازيمبي، ولكن ملوش شهره على المستوى القاري، ولكن متوقع يكون دور مجموعات قوي جدا جدا، وجود الاهلي والترجي وسان داونز ومازيمبي والعديد من الفرق كمان اللي تاهلت خلال الساعات اللي فاتت. يمكن النهارده هتختتم مباراه الدور التمهيدي الثاني عشان نتبلور شكل 16 فريق ونقدر نعرف الاهلي ممكن يكون فين في القرعه بعد كده، وبيراميدز، ونتمنى طبعا ان الفرقتين يكملوا لما بعد دور المجموعات وينافسوا على لقب دوري ابطال افريقيا زي ما كانوا منافسين شرسين على الدوري المحلي. شكرا ليك دكتور عثمان ابراهيم الناقد الرياضي، ومره ثانيه مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. الف مبروك لجماهير النادي الاهلي، وبرده مستمرين في التهنئه، التهنئه المره دي للبطله المصريه نور الشربيني المصنفه الاولى عالميا لسيدات الاسكواش اللي توجت ببطوله باريس المفتوحه للاسكواش واللي استضافتها فرنسا خلال الفتره ما بين 15 و21 سبتمبر الجاري، وقيمه الجوائز الماديه بتصل ل 190,000 دولار كواحده من اهم بطولات الاسكواش في الموسم الجديد 2024 2025، وده للمرة الثانية على التوالي. نور فازت على في المباراة النهائية على نظيرتها المصرية، مواطنة المصرية برضو، يعني النهائي كان مصري خالص، نوران جوهر المصنفة الثانية عالميا في المباراة النهائية بنتيجة 3-2. المباراة استغرقت 64 دقيقة، بنتكلم على دي بس، لا كمان النهائي الرجالي في نفس البطولة كان برضو مصري خالص، وفي برضو فاز أو توج البطل المصري مصطفى عسل على نظيره المصري علي فرج في نفس البطولة. ألف 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 مبروك علينا دايما، وإحنا الحمد لله عندنا تفوق كبير طبعا في لعبة الاسكواش والعديد من الألعاب، ومرة تانية ألف مبروك علينا، ودايما يا رب نخرج على حضراتكم بأخبار لطيفة وأخبار حلوة وأخبار مفرحة، ودايما اسم مصر في العالي، ودايما عالمنا يا رب مرفرف. طبعا ألف ألف مبروك، و يعني مش عارفه اقول ايه، لكن بالتاكيد في بعض الالعاب اللي لازم ان احنا نسلط عليها الضوء، لان كل الابطال بيبقوا محتاجين لان احنا نقف معاهم، وزي ما هنتكلم على الاهلي وكره القدم في العديد من الالعاب مره تانية. الف مبروك لكل ابطالنا.
في عزي ما تكون الدنيا واخده الوحش تنادينا تلاقينا سيد الكل فوق يا حبيبتي يا ام الدنيا يا اغلى الاوطان انت اللي اجباري وصلبيك البر امان ويعدي بيكي على بكره خير الشجعان يا حبيبتي يا ام الدنيا يا اغلى الاوطان انت اللي اجباري وصلبيك البر امان ويعدي بيكي على بكره خير الشجعان لحظه من عمر الاوطان محتاجه سفينه عرف البطولة وخلدها قدامنا لسه عبر تاني أحلام كتيرة وعجباني دي بلدنا مش عايزة أماني عايزة كفاح من أولها الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي المذهل من الخدمات المفيدة جدا اللي بيقدمها الذكاء الاصطناعي هي تعليم لغات ازاي كمان ثقافات البلاد الناطقة بلغات مختلفة تقدر تتعلمها بسهولة جدا اسهل من الطرق التقليدية اللي كانت موجودة زمان ازاي بيأثر ده كمان على تعلم اللغة العربية وانتشارها بشكل خاص هنستفيد ازاي من الذكاء الاصطناعي في العصر الحالي هنعرف كل الكلام ده من المهندس احمد طارق خبير امن المعلومات اللي بينضم لنا عبر زوم اهلا بيك يا باشمهندس صباح الفل صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير على الساده المشاهدين يا فندم اهلا بحضرتك اشرح لنا الاول ايه الخدمه دي ايه الخدمه اللي بيقدمها الذكاء الاصطناعي لتعلم اللغات طيب اول حاجه عايزين نعرف الساده المشاهدين ازاي الذكاء الاصطناعي بيتعلم اللغات عشان يعلمها لنا في نموذج اسمه لارج موديل لانجوج او لارج لانجوج موديل اللي هو ال ال ام ده القلب النابض بتاع شات جي بي تي عموما اللي هو اكبر موديل لحد دلوقتي اللي بيتضمن 175 مليار كلمه او معلومه عمومي داخل اللانجوج موديل ده او داخل الموديل متخزنه داخل الموديل بتتعلم وبتتنبأ عن الكلمات اللي قبلها واللي بعدها بحيث ان هي بتطلع لنا اللغه اللي احنا عايزين نتعلمها عشان خاطر نقدر نستفاد منها او المعلومه اللي احنا عايزين نعرفها عشان خاطر نقدر نستفاد منها الفكره كلها ان انا مش عايز الناس تعتمد على الموديل ده لانه احنا لسه بنعلمه فممكن تلاقي منه اخطاء كتيره زيه زي اي حد بيعلمك ممكن تلاقي منه حاجات صحيحه انت اول مره تشوفها او تسمعها او تمر عليك وتتعلم منه فبالتالي الموديل ده قادر ان هو يعلم نفسه عن طريق الخلايا الذكيه العصبيه اللي موجوده داخل الموديل ده ان هي بتحس وبتتنبأ بالكلمه اللي بعدها واللي قبلها فبالتالي هو قادر ان هو يولد لنا كلمات كتيره وموديلات كتيره من ناحيه اللغه العربيه وان احنا نقدر فعلا نستفاد منه في حاجات كتيره طب ازاي الموديل ده بيتعلم مننا احنا مجرد ما بنديله مدخلات هو بيبحث وبيتنبأ من المعلومات المتخزنه فيه وبيحاول يبتكر معلومات تانية جديده بناء على المعلومات المحطوطه بحيث ان هو يدينا المعلومه الجديده اللي احنا عايزين نشوفها تقدر تدينا مثال يا باشمهندس احمد عشان نفهم اكتر اليه عمل الروبوت ده او الذكاء الاصطناعي في هذه الحاله الذكاء الاصطناعي اصلا معمول عشان خاطر يتنبأ بالمعلومات القادمه واللي هي عن طريق حاجه اسمها جين اي اي او جينيريتيف اي اي او الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي هو قادر ان هو يفيدنا في جميع المجالات مش بس في تعليم اللغه فبالتالي اذا مثال صغير مثلا احنا مثلا لو عايزين اعراب جمله معينه باللغه العربيه اول ما بندخل الجمله دي ونقول لنا اعرب لنا الجمله دي هو بيدور في المعلومات اللي موجوده عن طريق البارامترز اللي متخزنه فيها بحيث ان احنا نقدر نشوف الاجابه مره واثنين وثلاثه وممكن الاجابه الاولى تكون غلط نقول له الاجابه دي غلط نعلمه يعني كل واحد عنده الجنريتيف اي اي الموديل بتاعه اللي هو مثلا الذكاء الاصطناعي عن طريق مثلا شات جي بي تي او اي ابلكيشن او اي تطبيق او اي شركه ثانيه الموديل اللي معاه ده قادر ان هو يتعلم منه بحيث ان هو يقدر يشوف الاجابه الصحيحه اللي تناسب الجمله دي انا بنفسي جربته قبل كده في امتحانات فاتت وقدرت اخد منه اجابه خاطئه وقدرت اصحح له الموضوع لما عدت السؤال تاني لقيت ان السؤال اتصحح بالطريقه اللي انا عايز افهمه بيها وفي نفس الوقت قادر ان هو يتعلم مني واتعلم منه بس الاكتر احنا هنستفاد منه بشكل كبير جدا. ايه الخطوات اللي احنا نعملها علشان نقدر نستفيد منه الاستفاده القصوى في اللغه العربيه وفي اللغات الاخرى؟
طيب اول حاجه، انا يعني بناشد الناس كلها ان هي تجرب بنفسها شات جي بي تي، خصوصا الموديل المجاني. مش لازم تدفعوا ليه فلوس، اللي هو الموديل 4o، مش لازم ندفع فلوس على الموديل ده. والموديل بينزل بشكل مجاني جدا على الموبايل. الخطوات انك هتفتح الابليكيشن ده وتدخل فيه جمل معينه تتكلم معاه باللهجات المصريه العاميه العاديه الاول، عشان تعرف تاخد وتدي معاه من ناحيه الكلام العامي العادي، عشان تقدر تتعلم معاه. تقول له انا عايز اتكلم معاك بالعاميه المصريه، هو هيبدا يتحول ان هو يتكلم معاك بالعاميه المصريه زي كانه واحد تاني، حتى صوتا او كتابه، زي كانه واحد تاني امامك بالظبط. وتاني خطوه ان احنا نعملها، نبدا بقى نتكلم معاه زي ما انا بتكلم مع حضراتكم بالظبط، من غير اي لغه فصحى او غيره. وبعد كده احوله للغه العربيه الفصحى، ان انا ابدا افهمه ان انا شخص مصري بتكلم معاك بالعاميه، يعني انا عايز اكتر اتعلم اللغه العربيه الفصحى، واتكلم معايا باللغه العربيه الفصحى عشان تقدر تفيدني من كده. فبالتالي اول ما انا اكلمه زي ما كلمت حضرتك دلوقتي، هو هيبدا يفهم ان انا حد عايز يتعلم اللغه العربيه الفصحى، ومكاني في مصر وبتكلم بالعاميه المصريه، فهو هيقرب لي المعلومه بالعاميه المصريه كانه مدرس مصري بيفهمني ايه الوضع اللي انا اقدر اتكلم بيه باسهل طرق ممكنه. يعني انا هقول له كده، طب انا مش عايز الكلام ده، انا عايزك تكلمني بطريقه سهله ان انا افهم اللغه العربيه الفصحى واقدر اتعلم فيها الكلمات يختار الجديده واقدر مفردات افيد تانية فيها. تكون اسهل للشخص اللي بيتعامل معاه. بالظبط جدا، هو قادر ان هو يختار مفردات سهله جدا، انه بحيث يعني انه ان انا لو كلمته في مجال معين باللغه العربيه الفصحى هيديني الاجابه بطريقه اللي انا افهمها على طول. طب يا باشمهندس يعني احمد، ممكن حد اللي يبقى هي تنطق بيسمعنا، في الدماغ. ممكن يبقى حد بيسمعنا دلوقتي، خاصه بقى طلبه المدارس، يقول لك الله حلو ده، انا مش محتاجه اتعلم نحو، مش محتاجه ادرس بقى القواعد النحويه الصعبه، انا هعتمد على الذكاء الاصطناعي. الى اي مدى ممكن نعتمد عليه في حياتنا بشكل عام في تعلم اللغه العربيه والقواعد النحويه، خاصه انك قلت انه له اخطاء؟ صحيح. طيب اذا الطالب اعتمد على الذكاء الاصطناعي، اذا هنا لازم المعلم او المدرس يعتمد كمان على الذكاء الاصطناعي، لان المدرس ليه ادوات خاصه بتعلم الطالب الاخطاء، والطالب بيتعلم الادوات خاصه المدرب او المدرس بيديها له. اذا في هنا اشراف من ناحيتين، من الجانبين، زي كانه الكتاب اذا الطفل خده ممكن يفهم بطريقه خاطئه، بحيث ان الكتاب ما ادالوش المعلومه الصحيحه، ولكن مين المشرف على الكتاب؟ المدرس او المدرب اللي هو قادر يمسك الكتاب ويفهمه بطريقه معينه. نفس النظام بالملي في موضوع الذكاء الاصطناعي، ان هو لازم يكون فيه اشراف ابوي او اشراف تدريبي من ناحيه مدرس، مدرب، معلم، دراسه، لانه انا هنا اهم ملف احنا بنتكلم فيه وحقيقه حضرتك ملف الاطفال، هو المستقبل، انه 60% من اطفالنا هيشتغلوا اشغال غير معروفه بسبب الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا اللي هي هتخلق لنا اشغال جديده احنا لسه ما نعرفهاش. فبالتالي احنا لازم نوجههم على الطريق الصحيح. انا مش بقول ان الطلاب هي تعتمد اعتماد كلي على الذكاء الاصطناعي، لان احنا لسه في بدايه الذكاء الاصطناعي من ناحيه الجنريتيف AI او الذكاء الاصطناعي التوليدي، فبالتالي لازم طبيعي يكون في اشراف ابوي، اشراف تدريبي، اشراف تدريسي في موضوع الذكاء الاصطناعي، بحيث ان هم يمشوهم على مسار معين المدرس نفسه عايز يمشيه عليهم. مثال صغير سريعا كده، اذا المدرس واقف قدام الطلاب وحابب يعمل تجربه بسيطه من ناحيه الذكاء الاصطناعي، يطلع شات جي بي تي ويشغل 3.5 اللي هو الشات جي بي تي المجاني بتاعه، ويشغل الصوت المحادثه الصوتيه، ويقدر يكلمهم ويشرح لهم صوتيا قدامهم الجمله دي ازاي اتعربت، والجمله دي ازاي اتقالت بطريقه معينه، نطق الكلمات بطريقه معينه. دي تجربه حيه وحلوه، والطلاب هيحبوها برضو، ان هو قادر يقول لهم ازاي وكده، وقادر برضو يقول لهم ازاي تمشوا على المسار الصحيح بالاي اي. وطبعا احنا بنناشد طبعا يعني جهه التعليم، بحيث ان هم يضيفوا لنا المواد اللي هي الترفيهيه من ناحيه الذكاء الاصطناعي، وان يكون في حصه صغيره كده تعلم الطالب من هو صغير ازاي نوجهه على الطريق الصحيح وتدريب بالتعليم. المعلمين يعني ده اهم، عشان يعرفوا ازاي يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي والتطور ده ويعلموه للطلاب. شكرا جزيلا مهندس احمد طارق، خبير امن المعلومات، شكرا ليك.
جميلة سريعا ليه. يمكن البعض بيعتقد ان الاهرامات الثلاثة هي كانت بداية بناء الاهرام في مصر، لكن لا، البداية كانت قبليه، ويمكن ده يكون اول تجربة لبناء هرم في مصر القديمة. ويمكن كمان اختلف في الزوايا، وهنقول لحضراتكم هو ليه مسمى بسنفرو المنحني. يمكن اتبنى على زاوية 59، بعد كده لقوا ان الارتفاع بتاعه هيبقى كبير قوي، فبدأوا شوية شوية يقللوا من الزاوية، وصلت ل 49 43 وهكذا، وكانت التجربة الأولى ولم تكن بالتأكيد الأخيرة، تطورت بشكل كبير جدا. خلينا نعرف المزيد. معنا على التليفون دكتور إسلام محمد سعيد، أستاذ الآثار المصرية القديمة وعضو اتحاد المؤرخين العرب. صباح الخير يا دكتور، أهلا بيك. صباح النور يا فندم على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. خلينا نبدأ مع التسمية للمنحني أو المائل، تفضل. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن زي ما حضرتك ذكرت يعتبر هرم الملك سنفرو واحد من اصل ثلاث اهرامات تم بنائهم في عهد الملك سنفرو. البنيه المعماريه الخاصه به طبعا خدت الشكل زي ما احنا شايفين المنبعج او المنحني، وده نتاج زي ما حضرتك ذكرت لفكره انحناء زاويه الميل تخفيفا على الثقل للمنشاه نفسها اللي ممكن تاثر على الحجرات الداخليه او الدهاليز الخاصه به. ويمكن ده راوه البنائين اثناء بناء الكتله الهرميه ذاتها، واثبت ذلك من خلال وجود عدد من الشروخ بالداخل اللي تم تداويها ببعض الاجزاء من الجبس بالتحديد. ولكن الزوايا الميل او الحاله بتاعه المنشاه نفسها كانت بمرسيه من الخارج بكسوه من الحجر الجيري الابيض، ومبنيه من الاساس من الحجر الجيري المحلي. ويمكن الاطار بتاع الهرم المنحني او المسمى اللي هو اخذ عليه بسبب شكله الحالي كان بالتحديد مرحله فاصله ما بين الهرم المدرج والهرم اللي ممكن نقول الاملس من السطح الخارجي بالتحديد. ويمكن الجوانب بتاعه اكتشاف الهرم ده او منطقه دقشور يعني او حاله اختيار الملك ليها كانت زي ما احنا يعني بنرأى التطور المشهود وافتتاح الهرم للزيارة بالتحديد في عام 2019 كان وليد لمراحل كتيرة جدا من الاستكشافات قبل ذلك، من بداية الربع الأول من القرن 19 بالتحديد، وصولا بعدها ل 1895 على يد عالم المصريات دي مورجان، وصولا بعدها العلماء مجازا مصريين بقى عندنا المهندس عبد السلام حسين، وصولا للعظيم الراحل الدكتور فخري بالتحديد احمد فخري. ويمكن كان الجوانب بتاعته الاكتشاف الكتله المعماريه مش بس الهرم ولكن المرفقات المحيطه بها بقى معبد الوادي والمعبد الجنائزي والطريق الصاعد. ويمكن الجوانب بتاعت المعبد الوادي وجدنا فيها جوانب خطيره جدا على الجدران الداخليه منه بتمثل قوائم لاقاليم مصر اللي هي مجازا معروفه ممكن نقولها دلوقتي اشبه بالمحافظات اللي كان بيستحوذ عليها او بيديرها الملك مجازا. ممكن حضرتك تتكلم برضو ناخد فكره مين هو اصلا كمان الملك سنفرو؟ الملك سنفرو طبعا مؤسس الاسره الرابعه، وبالتحديد هو والد الملك خوفو بعد من ذلك صاحب الكتله التشريديه الاعظم في تاريخ الحضاره المصريه القديمه. ويمكن الجوانب بتاعته كان ليه عدد من المشاريع المختلفه سواء حملات متعدده ارسل منها حملات للجنوب بالتحديد نتجت عن اسرى حوالي ما يقرب من 7200 اسير بعدد من نقول الغنائم الكثيره جدا، بالاضافه ان هو عمل حملات تعدينيه لسينا ايضا كانت مهمة جدا، علاوة على ان هو ارسل احدى او كان صاحب اول اسطول بحري في تاريخ البشرية عموما بعدد 40 سفينة ارسلهم لجبيل او ممكن نقول لبنان حاليا في نيكيا لاستحضار خشب الارض. ويمكن ده يودينا النقطة ان احنا كان في شواهد للحجر اسمه حجر باليرمو، ده احدى حوليات القوائم الملكية اللي ذكرت فيها البيانات او المعلومات اللي انا بتحدث عنها، ولقيناها كأثر يعني لقينا خشب الارض موجود في الحجرات اللي ما بين الممرات السفلية ما بين الحجرة السفلية والحجرة العلوية داخل الكتلة الهرمية نفسها، يعني لقينا العروق الخشبية من خشب الارض. ويمكن حتى الان ما نعرفش يا ترى استخدامها كان ايه، هل كانت مثابه مظله للتابوت نفسه الحجري اللي الداخل ولا كان ايه اسبابها كعوارض مجازا، الامر ما زال غامض عليها. طب نقدر نقول ان الهرم ده يعني يعتبر هرم تعليمي او تجريبي، التجربه الاولى، علشان كده بعد كده على بعد 2 كيلو فقط كان في الهرم اللي بعده اللي هو الهرم الاحمر. بالفعل يعني هو كان عامل هرم ميدوم اللي هو موجود في بني سويف وده برضه شكل اخر، وعندنا الهرم المنحني اللي هو مجازا بنقول عليه الهرم الجنوبي
عمود الدهشور، ثم الهرم الشمالي اللي حضرتك بتتحدثي عنه وده ما قلت لك عليه الهرم الاحمر، بالاضافه لذلك ان في كتله هرميه اخرى رابعه موجوده في الناحيه الجنوبيه من الهرم المنحني ذاته، ودي كانت دايما عاده كده بيبتدعوها المصريين القدماء في بناء الكتله الهرميه اللي هي بحجم اصغر شويه، ودي ما نعرفش يعني حتى الان استخدامها كان ايه، يمكن في بندين او فرديتين وضعينهم بالتحديد، هل ربما كانت بتحتوي على اواني خاصه باحشاء الملك ذاته ام كانت خاصه بمدافن لما يسمى بالكا او الروح الملكيه، يمكن دي كانت كتله شكلها حتى بارز يعني المشهد او الفيو من على بعد بيظهر لنا ان هم اشبه باهرامات الجيزه ايضا اللي هم الثلاث اهرامات، فنفس الوضعيه دي يمكن يكاد يكون ان احفاده بعد من ذلك ابتدعوا نفس الامر في تشييد الاهرامات على مقربه من بعضها لاعطاء مشهد بيعبر عن حاله الطبيعه وتدخل الانسان فيها، وجانب طبعا ليه ارتباط بالعقيده الشمسيه. ولو رجعنا تاني للجوانب بالمعابد الملحقه، المعبد العالي، المعبد الجنائزي، بالفعل يعني المعبد الوزه كنت لسه بتحدث، والمعبد الجنائزي والطريق الصاعد دي يمكن بعض المرفقات يعني اشبه ان احنا بالكتله الهرميه بنقول عليها المجموعه الهرميه او الكومباوند مجاز، لانها بتضم عدد من الملحقات بداخلها، فعثرنا على طبعا على معبد الوادي بعد اعمال حفائر كثيره جدا، واثبت بداخله وجود زي ما ذكرت المناظر التصويريه الخاصه بالملك وبعض التماثيل واللوحات، بالاضافه ان في حجره لقيناها داخل حجره اخرى في الجانب او البهو الداخلي منه اشبه انها حجره سريه كانت بتحتوي على عدد من المرتنات الذهبيه او الحيات الذهبيه والقشور الذهبيه المختلفه، فربما دي كانت حجره مجازا للاشياء الثمينه، بالاضافه ان المعبد الجنائزي ايضا برضو لقينا في عدد من اللوحات وموائد الكرابين المختلفه، وبالاضافه للتماثيل علاوه على وجود مذابح مجازا، والمذابح دي كانت بتستخدم ايضا لبعض الطقوس الخاصه بالملك، ويمكن لقينا حتى فيها عدد من الاواني الحجريه اللي كانت بتحتوي على عدد من الفحم النباتي اللي هو كان بيستخدم طبعا في اشعال النار او البخور لاتمام الطقوس من قبل الكهنه للملك بالتحديد، ويمكن رجعنا حتى يا ترى تاريخ الاواني دي بترجع لفتره ايه، وجدنا ان منها للدوله القديمه ذاتها اللي هي ما تلت الملك او الملوك التاليين للملك أو للدولة الوسطى بعد من ذلك. الكلام عن الآثار المصرية القديمة بيحتاج لحلقات، شكرا الدكتور إسلام محمد سعيد أستاذ الآثار المصرية القديمة وعضو اتحاد المؤرخين العرب. جولتنا اليومية عن فيديوهات ظريفة ولطيفة ودمها خفيف كده ممكن احنا نبدأ بيها يومنا، فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن مقهى او كافيه الباب بتاعه ما بيفتحش غير لما الناس وهي داخلة تبتسم، يعني انت عشان الباب فيه سنسور فالسنسور ده مش هيفتح لك خالص غير لما تضحك، لو ضحكت اتفضل ادخل، ما ضحكتش ما تدخلش عندنا، وانا شايف ان ده فيديو ظريف جدا لانه الضحك معدي، انت حتى لو متضايق وجربت ان انت تبتسم او تضحك مودك هيختلف وهتبقى او هتشعر بشعور افضل، فانا شايفه انه دي فكره حلوه قوي يا ريت نعممها، بس خلونا نشوف الفيديو الاول ونرجع نكمل كلام. والله انا لو من اي ست مصريه اعمل كده على الباب، يعني اللي مش هيبتسم مش هيدخل البيت، وانتوا فاهمين بقى دي حاجه لطيفه جدا بالتاكيد يعني. نروح بقى لاشهر رحله الحقيقه، ويمكن العالم كلها بيتكلم على رحله الفضاء، رحله بولارس داون او دون، دي اول رحله نقدر نقول انها مختلفه مش استكشافيه للفضاء، لكن في ناس بيقولوا عليها رحله تجاريه، في ناس بتقول عليها رحله سياحيه، في مهندسه من افراد طاقم هذه الرحله عملت عزف منفرد على الكمان كمان في الفضاء وشاركها في اول عمليه سير مدنيه في الفضاء بعد رحلتها التاريخيه
الفضائيه مره ثانيه خارج المركبه الفضائيه، وهو ملياردير شهير جدا جدا جاريد ايزكمان، وده كان يوم الخميس. وغنت ساره لاعضاء الفرقه والطاقم كله. بس هو السؤال يعني في شويه حاجات كده بتيجي مخ الواحد هو بيتفرج على الفيديوهات دي وهو بيشوف، احنا هنشوف الفيديو مع حضراتكم، لكن نفسي اعرف هو مش المفروض الفضاء ما فيهوش هواء ازاي بيسمعه؟ ما هو في حاجات زي القمر برضو، القمر ما فيش اضاءه فكنا بنشوف الظل، طب الفضاء ما فيهوش هواء. المختلفة من الطفولة بتبتدي تظهر على الطفل، هو بيحب يرسم، بيحب يعزف، بيحب يغني، حاجات كتير جدا. لكن الطفل ماكس ألكساندر عنده 8 سنين دلوقتي، كانت هوايته مختلفة وابتدت تظهر عليه بوادر للهواية دي من وهو عنده 4 سنين. بيحب تصميم الأزياء، والدته لاحظت ده وابتدت تشجعه على انه يعني يبتدي يتعلم الخياطة، القص، كل الحاجات دي، وحتى من الرقم القياسي العالمي في جينيس ريكورد كأصغر مصمم أزياء، صمم أول قطعة ملابس من إنتاجه. وبدأ الرحلة دي مع تصميم الأزياء لما كان عمره 4 سنين، على الرغم ان هو ما كانش بيتدرب على تصميم الازياء، لكن على طول ابتدى يتعلم الخياطه. وبعدين وهو عنده 5 سنين ابتدى ياخد دروس خياطه، كان بيقضي ساعات طويله في الرسم والتصميم والخياطه، ويعني اثار اعجاب المصممين المشاهير بقى واللي عندهم خبره، وابتدوا يطلبوا تصميماته علشان يلبسوها، واكتسب شهره كبيره جدا دوليا، ويعني حتى انه حسابه الشخصي على انستجرام عليه 3,100,000 متابع لحد دلوقتي، وعمل اول عرض ازياء له في كاليفورنيا في صيف 2021. شايفين التصميمات بتاعته. انا بحب، انا كان نفسي قوي اسماء اتعلم الخياطه واعمل حاجات من تصميمي، بس والله وانا لغايه النهارده ولسه عندي قوي، ما برضه من الحاجات من الاحلام المؤجله زي ما بيقولوا، هتعلمها ان شاء الله بالتاكيد. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة زي ما اتكلمنا في أول الحلقة انطلاق العام الدراسي الجديد، خلاص كل المدارس بقى، في مدارس كانت دخلت، في مدارس ما كانتش، دلوقتي كل الطلبة رجعوا للمدارس، كل ولادنا راحوا. خصوصا النهاردة هنتكلم على سواء كان الأطفال الصغيرين أو الولاد، إنهم إزاي يدخلوا في مود الدراسة، إزاي يرجعوا بقى لمود الالتزام، ولو أول مرة يروحوا المدرسة إزاي نهيئهم نفسيا إنه هيبقى في عملية انفصال ما بين الأم وما بين الطفل الصغير، ازاي نعلمهم الالتزام لساعات طويله، ازاي ان هم يتعودوا او نعدل لهم اليوم، حاجات كتير جدا هنحاول ان احنا نعرف اجاباتها من ضيفتنا الكريمه الاستاذه هدى سالم الاستشاري الاسري والدعم النفسي. اهلا بحضرتك وصباح الخير. اهلا، صباح الفل. اهلا بيك يا استاذه، اهلا بيك. كل سنه وانت طيبه، وكل الاسر المصريه اللي عندهم اولاد في المدارس طيبين. اجازه طويله جميله ممتعه خلصت، دلوقتي محتاجين نقول لاولادنا لا، في التزام، في مدرسه، في صحيان بدري، في واجب مدرسي، ازاي التويست مش ده بسرعه قوي كده. هو احنا لازم نهيئهم الاول قبلها ب 15 يوم كده، بنتهيئ ان احنا رايحين بقى الرحله بتاعتنا الجديده. هننتقل من عمر معين لمرحله ثانيه، وكل مرحله وليها جمالها، وزي ما فيها سلبيات فيها بعض الايجابيات. فانا اساسا قبل الموضوع بشهر كده بقعد اتكلم مع ابني او بنتي، الطفل اللي عندي او كشاب رايح مرحله جامعيه او رايح مدرسه او رايح حضانه، خلي بالك دلوقتي احنا بنطلع الموضوع كله في الحياه سلمه، حياتنا كلها عباره عن خطوات، فبعمل تهيئه نفسيه. رقم واحد قبل كل ده، هل انا كأم وكأب احنا مهيئ نفسيا اصلا؟ انا اساسا عندي طاقه ايجابيه؟ هو المفروض انا التهيئه بتاعتي تبقى ايه يعني؟ الاب والام ده بيبقى التهيئه بتاعتهم ما هي بقى، وحوالي ودي المدارس واجيب مدارس.
الهم بقى. دي تهيئه ايه الدخله بتاعت الهم دي، الواحد بيشوف بوسس كتير جدا اللي هو ايه يا لا عارفه ميرفت امير بتقول له لا ما تقولش الدراسه قربت. احنا مش عايزين ده، احنا عايزين نتهيئ نفسيا احنا داخليا. لو احنا مستعدين نفسيا هبقى مبسوطه سعيده مرتاحه ان ابني او بنتي بينتقل لمرحله جديده، فهم بقى انا بعيش معاهم تفاصيل تحفه، انا بعيش معاهم ذكريات جميله، بيكبروا قصاد عينيا، بننزل نختار ادواتنا مع بعض، انزل معاهم واشاركهم في اختيار الادوات. فانا لازم انتزع القلق، اشيل القلق والاضطراب ازاي والخوف ازاي وانا كأم اساسا قاعده بعمل كده اهو بترعش وقلقانه والدراسه والدروس والدنيا وهصحى بدري ويا ترى ابني هيذاكر وفي شد عصبي وفي عند معايا من اول يوم شد عصبي كده عشان هيذاكر ولا ما يذاكرش. الام من شهر 8 7 قبل ما يكون شهر 9 كله بيبقى شايل هم كأب وكأم. ده غير كمان المصاريف والظروف الماديه بقى وسبلايز بقى والادوات والحاجات دي كلها. فانا هرتب نفسي ازاي اولا عشان اكون كأم جاهزه اني ارتب نفسيه ابني او بنتي. ارتب نفسي اني انا ابص للمنظور للموضوع بشكل ايجابي ان دي مرحله هينتقل لها، وخلي بالك انت في المرحله دي هناخد كل وقت كده ما بين فتره والتانيه، كل ما هتتعب شويه هيبقى ليك مكافاه حلوه جدا، مش لازم مكافاه ماديه، اخرج معاه واتفسح. خلي بالك احنا في برنامج هنعمله ساعه الدراسه، انت مش هتقعد طول الوقت بتذاكر، يعني بجد في حاجات كويسه او في حاجات في النص هتحصل كويسه، بس ارتب الدنيا معاه، اضع جدول زمني لاستخدام التليفون، لان اكتر المشاكل بتجيني امهات يا هدى انا مش عارفه اعمل كنترول على استخدام التليفون، معلش هنصبر عليه لان دي اعراض انسحاب. يعني انا شايفه ان الموبايل والنت والكلام ده كله زي بالظبط ادمان، مرحله ادمانيه، فانت هتستحملي هتلاقي ابنك بيتعصب بيعاند بيضغط عليكي. هو لو قاعد طول فتره الاجازه مقضي ثلاث ارباع يومه على الموبايل او على التابلت، انا بتكلم في المراحل الكبيره شويه مش الاطفال الصغيرين يعني، وجينا مع بدايه الدراسه عنده التزامات وواجب مدرسي لازم عظيم. يعمله في البيت عظيم. وزي ما انت بتقولي عنده اعراض انسحاب، طب انا هتعامل مع طفل عصبي او مع ولد يعني اربع في رابعه ابتدائي مثلا خمسه ابتدائي؟ الموضوع يبتدي بدري شويه والموضوع يمشي بشكل تدريجي، يعني ما افضلش اهدده، مش لازم اللهجه تبقى تهديديه، بس هنعمل انا وانت ديل. خلي بالك انت دلوقتي بتستخدمه 10 ساعات، ان شاء الله الاسبوع الجاي هيبقوا 7. انت بتهزري؟ هو هيحصل كده، وخلي بالك يوم كذا احنا داخلين في يوم 1/9 سبتمبر، خلي بالك الموبايل هيبقى 4 ساعات معاك، ساعتين الصبح ساعتين بالليل، مش هينفع، وهتلاقي دربكه وهتلاقي زعيق وهتلاقي والكلام ده كله، اسكتي خالص. اهم حاجه التدريج. اهدي خالص، لكن هو الموضوع بشكل تدريجي، انت مش هتتحرم منه، لكن كل ما هتبقى متفوق قدامي وشايفاك بتتعب، وربنا بيقول ليس للانسان الا ما سعى، على قد جهدك، ده مستقبلك يا حبيبي، انا هفضل دايما طول الوقت كده، رايحه جايه في الشقه في المطبخ في الاوضه، حبيبي على فكره ده مستقبلك اللي جاي، مش بتاعي انا، اختيارك انت، حياتك كلها من اختياراتك انت، انت اللي هتيجي لما تلاقي الناس كلها بتعلى وانت عمال بتنزل كده، انت اللي هتزعل من نفسك، وهتخش في دايره جلد ذات، ونفضل بقى ندور على معالجين نفسيين، فاحنا مش عايزين نوصل للمرحله دي. انا ده مستقبلي، انا حدد انا عايز اعرف اعمل ايه، عشان كده دايما نحب نسال ولادنا انت عايز تبقى ايه؟ عايز تعمل ايه؟ عايز توصل لايه؟ هتحقق ايه؟ ايه الحاجه اللي انت شايف نفسك فيها ناجح ومتميز؟ لو احنا ما سالناش الاسئله دي اذا ابني عنده انطفاء شعور اصلا، مفيش شغف لاي حاجه. طب انا هتكلم ازاي معاه في انه ينسحب من التليفون ومن النت ومفيش شغف من الناحيه الثانيه؟ لكن لو في شغف هيساعدني، والموضوع ما يبقاش بعصبيه، والموضوع ما يبقاش بنكد، والموضوع لما نيجي ااهلهم ازاي بقى يناموا بدري والصحيان بدري عشان دي كارثه ثانيه. طب الموضوع يبقى بشكل يعني مباشر كده، ان انت عايز تعمل ايه، عايز تطلع ايه، ولا المفروض على الام والاب ان هم من خلال ممارساتهم، لو غير الدردشه لا من خلال التعامل مع الطفل ده، انا شايفه ان هو بيرسم كويس، فابتدي انمي النقطه دي، اكتشف انا اللي اكتشف ده، لان لما اسال انت عايز تعمل ايه دايما بتبقى انا اسفه جدا يعني بتبقى الاجابه في احيان كتير سطحيه جدا، ولما تلاقي ابنك سلبي ما فيش اي مهارات عنده بالظبط، يبقى انت لازم تفتحي معاه حوار. انا ملاحظه ان انت مفيش هوايه معينه، مفيش موهبه معينه، مفيش حاجه معينه انت حابب تعملها، طب اكيد لازم تفتش جواك وشوف ايه الابتكار اللي ممكن تعمله بجانب الدراسه، ما حياتنا مش كلها مذاكره، زي ما طلعت لقاء قبل كده وقلت الناس اللي ماسكين في موضوع الثانويه العامه وان هي نهايه العالم، لا يا جماعه، في ابتكارات ثانيه وفي مهارات ثانيه ابني او بنتي ممكن يبقوا متفوقين فيها اكتر من الدراسه، ويحققوا فيها نجاحات ويحققوا فيها شهره وتميز وتفوق عن ناس كتيره معاها شهادات عليا. فهماني؟ فانا لو ما اكتشفتش كأمك هسكت؟ لا طبعا لازم اتابع ولازم اشوف ابني ايه شغفه في الحياه، وما تركوش وما سيبهوش للعزله، لان موضوع التليفون وموضوع الموبايل والنت والكوارث اللي موجوده في بيوتنا دي، ان العزله، ان ابني بيفقد التعبير عن نفسه وعن اللي بيوجعه، عن اللي بيحزنه، عن الحاله النفسيه اللي هو بيبقى فيها، بيبقى جواه احتياجات او جواه مشاكل او عنده مشاكل مع اصحابه ما بيجيش يتكلم معايا فيها، فانا اشوف ابني هل من طبعه كتير. على ذكر مشاكل مع اصحابه، ازاي في بدايه سنه دراسيه جديده اخلي ابني او بنتي عندهم ثقه في نفسهم وهم رايحين المدرسه، بحيث يقدروا يكونوا اصحاب جداد، يبقوا اجتماعيين اكتر في المدرسه، يبقوا بيتفاعلوا اكتر مع المدرس في الفصل؟
عظيم. هو ابني ده اول يوم دراسه، اول يوم مدرسه في حياته، ولا فعلا كان في دراسه قبل كده؟ في كوميونتي قبل كده؟ كان بيروح حضانه قبل كده؟ كان بيروح مدرسه قبل كده قبل ما يدخل بقى الجامعه، قبل يدخل ثانوي واعدادي؟ طيب هو اوريدي انت عندك مجموعه اصدقاء باذن الله، حط بلس كده هيبقى في اصدقاء تانيين. انا الاحظ علاقاته الاول الاجتماعيه ودايرته، هل هي جيده على مستوى جيد من المعامله، ولا ابني بيجي على نفسه، ولا هو شخصيه انانيه، ولا هو معطاء بزياده؟ فانا لازم الاحظ. والاخطاء والملاحظات انا كاب وكام بشوف اخطاء ابني بيقع فيها، لازم اقول له خلي بالك مش عايزين ناس تعيد نفس الاخطاء في المره الجايه. يعني احنا عندنا اصدقاء، هتلاقي الشخصيه العنيده، هتلاقي حد بيتطاول عليك، خلي بالك مش موضوع اخذ الحق حرفه والكلام اللي بيتقال ده. خليك انيق، خلي عندك شياكه في المعامله، خلي عندك اتيكيت. اتيكيت ده يعني اصلاح وتهذيب لنفسك انت، ما ينفعش تنزل المستوى ده. فانا لازم ااهله ازاي يتعامل مع المجتمع الجديد والدائره الجديده والاصدقاء الجداد. ومفيش حاجه اسمها بقى ازاي انا افعل عنده ثقه بالنفس، هو انا بزرع فيه منه هو قد كده، من هو قد كده تقدير الذات. لازم يبقى مقدر نفسك، لازم تبقى عارف قيمتك، فبالتالي هيروح في اي مكان هيبقى عندك حاجه اسمها طله وظهور وحضور، بالتالي الناس هي اللي هتعمل الهاله حواليك. شكرا الدكتوره او الاستاذه هدى سالم الاستشاري الاسري والدعم النفسي، شرفتينا وافدتينا. شكرا لوجودك معانا. فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. النهارده معانا نموذج لسيده مصريه من النماذج اللي بنبقى فخورين دايما ان هي بتحمل الجنسيه المصريه، رندا المهدي اول سباحه مصريه بتسبح 14 كيلو في المياه المفتوحه في بحيره انسي في فرنسا رغم بروده الجو، وفي زمن 5 ساعات و11 دقيقه قدرت ان هي توصل او تكسر هذا التحدي. كمان هي ام لثلاث اطفال، هنعرف اكتر عنها وعن الانجاز اللي حققته. خلوني ارحب براندا المهدي السباحه المصريه، اهلا بيكي وصباح الفل. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي. ونموذج دايما بحبه بيقول لنا ان مفيش حاجه اسمها متاخر ولا تبتدي ما بتعرفش تلعب رياضه او ما لعبتش رياضه طول عمرك فلا لا خلاص انت كبرت. لا، يمكن 2017 كانت البدايه، هنعرف منك التفاصيل يا رندا. أنا ابتديت رياضة في حياتي كلها 2017، كان عندي 37 سنة وابتديتها بالصدفة، كنت في وقت بشوف أنا بحب إيه يعني فبجرب كل حاجة، يعني دي من ضمن الحاجات اللي دخلتها كده، كنتش بعرف حتى أجري 100 متر، يعني بالنسبة لي 100 متر ده كان حاجة حموت يعني. بعدين دخلتها و 2018 يعني 2017 ابتديت، 2018 عملت سباق أيرون مان. أيرون مان ده سباق ثلاثي من أعنف السباقات الثلاثي في العالم، اللي هو عبارة عن 4 كيلو عوم، 180 كيلو عجل، 42 كيلو جري، بيقفل 226 كيلو. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بس حققتي كل ده في خلال سنة؟ سنة واحدة، سنة واحدة. وتم تسليط الضوء عليا ساعتها إنه كان إنجاز، لأنه أنا طبعاً كان في الناس في الأول اتريقت عليا إن أنا يعني إيه اللي هتروحي تعملي السباق ده؟ قلت لهم أنا هعمله. هو أنت ليه أصلاً قررتي إنك عايزة تبدأي تلعبي رياضة والسباحة بالذات؟ ما بقول لك، أنا كان ده كان في وقت أنا بجرب إيه أنا بحب إيه، يعني يعني جربتي كذا رياضة أصلاً. فترة كده بيجي لك في حياتك وقت كده اللي هو أنت حاسة إن أنت ما بتعمليش اللي أنت بتحبيه، أنت ماشية في طريقك وحياتك كلها. انت مهندسه وكنت بتمارسي الهندسه بتشتغلي يعني؟ كنت بصي فتره في حياتي ما كنتش بشتغل وبربي الولاد، وبعدين فتره ابتديت اشتغل، وبعدين ابتديت بقى اشوف انا بحب ايه، يعني قررت انا عايزه اعرف انا بحب ايه. بس فابتديت دايفنج الاول، بحب الدايفنج جدا، وبعدين جت الرياضه بمحض الصدفه كده، فقررت ان انا اخش. اتعلقت بقى جدا بالرياضه لان الرياضه تغيير الحياه رهيب، بتديكي عارفه اللي هو لو مكتئبه خلاص، يعني انا كنت ابقى متضايقه متعصبه انزل البس جزمتي انزل اجري، يعني بتطلعي كل النيجاتيف انرجي اللي عندك كلها كلها كلها، هي علاج احسن من اي انتي ديبريسنت. فانت انستد اوف اي بقى انتي ديبريسنتس، والبلد كلها عايشه على الانتي ديبريسنتس بشكل فظيع، فبتلعبي رياضه بتلاقي الاندورفينز اتفرزت في جسمك، بتبقي اليوم بيبتدي شيء لطيف قوي 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 قوي، قادره تتعاملي مع الناس واليوم لذيذ. بعد كده تحولت الرياضه بقى بعد الايرون مان ده اللي انا عملته، عملت ساعتها في 13 ساعه الحمد لله يا رب، يعني ساعتها كان في اسبانيا. تحولت الى انه ده في اللايف ستايل بتاعي، يعني هي انا كانت رحله كامله سنه كامله ديديكيتد تماما للتمرين، كوميتد بشكل فظيع، اصرار وعزيمه فظيعه، الناس كلها اللي اتريقت عليا وقتها كانوا بيشجعوني بقى جدا 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 داعمين، وكله كان رافع شابو، يعني اللي هو يعني هو محدش مصدق ان واحده من فروم زيرو تو هيرو، يعني ولا حاجه راحت. وانا بالنسبه لي بقى كانت طبعا حاجه يعني
يعني حاسه بان انا فخوره بنفسي جدا، انا عملت طبعا حاجه ما انا نفسي مش مصدقه ان انا عملتها، بس كنت واثقه ان انا هعملها. في البيت بقى كان ايه رد فعل مع الاولاد؟ العيال طبعا فخورين بيا جدا جدا جدا. هو طبعا بيستحملوني كتير. انا حاليا بنتي الكبيره 22 ما شاء الله، ابني 20 وبنتي صغننه 17 تقريبا ما شاء الله. فهم في الاول هم مش فاهمين، امهم فجاه بقت بتنزل تروح تمرين فجاه مش عارفه ايه، هم دلوقتي خلاص اتعودوا يعني. حتى انا راجعه من المطار اول امبارح قال لك مامي يا اما في التمرين يا اما نايمه يا اما قاعده قدام المسلسل بتقول اه. طب انت ازاي بتوفقي ما بين، خاصه لما ابتديتي تمارسي السباحه وتروحي بقى بطولات من اسبانيا لفرنسا وفي اوقات ثابته للتدريب كل يوم، بتعملي البالانس ده ازاي، التوازن ما بين البيت والتمرين بصي اصل التمرين يوجوالي بيبقى الصبح يا اما يعني لو هيبقى عندك تمرينين في اليوم الصبح وترجعي وبعدين بالليل بيبقى في تمرين. واوقات لما كنت بشتغل كنت بصحى الصبح بدري الساعه 5 الصبح ابقى في الميه، اخلص استحمى البس بسرعه اطلع على الشغل ارجع انام بدري اصحى الصبح تاني. يعني هو خلاص بتستسلم. والبيت بقى في النص، الولاد ما كانوش بيقولوا لك انت فين انت يعني مش موجوده؟ بصي هو الحمد لله دلوقتي عيالي كبروا شويه، فكل واحد فينا ليه سيستم حياه معين. احنا موجودين مع بعض في البيت بنتقابل كل حاجه، بس كل واحد فيهم في حياته وانا في حياتي بقى. يعني ما بقوش ببيهات صغننين. يعني فتره ما هم ببيهات انا كنت متواجده على طول. طيب ليه اختيار انسي يعني ان انت تروحي لمكان الى حد ما درجه الحراره فيه منخفضه جدا، تتكلمي على الحدود ما بين فرنسا وجنيف يعني، فبنتكلم في درجه التجمد تقريبا. هو لو ما فيش تشالنج مش هتبقى حلو، يعني لازم يبقى فيه تشالنج في الموضوع. فانت بتختاري. بصي هو انا مش هقول لك ان انا اللي اخترت انسي. انا بتمرن مع دكتور معروف، محمد معروف، ده واحد من عمالقه السباحه الطويله في العالم. وهو وان اوف ذا بيج او ذا هيد كوتشز اوف الاتحاد الدولي، وفي عضو في الاتحاد الدولي، ويعني حد كبير قوي، وكان مدرب كندا لسنين طويله. فهو اوريدي يعني عنده باع وعنده ارقام قياسيه اصلا ما اتكسرتش حتى الان باسمه. هو اللي اختار لك ان انت هو اللي قال احنا هنعمل انسي، وهو اللي كلم بقى بتوع الاتحاد الدولي، وهو اللي ظبط كل حاجه. يعني هو اللي تولى تماما، قال لي انا عايزك تتدربي وتركزي في التدريب بس، مالكيش دعوه باي حاجه. فصراحه انا يعني عارفه اللي هو انا خلاص، انا طالما انا متوسطات درجه الحراره ساعتها قد ايه تقريبا الميه؟ هي انت بصي مالكيش دعوه بره، بره ما بيبقاش فيها مشكله. الميه كانت 19 من بين 18 ولا ماينس 19؟ لا 19 ل 19. احنا مش في يعني انت ما عملتهاش في الشتاء يعني في الشتاء الكار. لا لا انا لسه عاملاها من يومين، من كام يوم، الثلاثة اللي فاتوا. ايوه بس الدنيا هناك برد برضه الدنيا كانت عشان كده 19. الدنيا كانت برد. انا في اول ما نزلت الميه انا الحمد لله كنت لابسه وات سوت، بس اول ما نزلت الميه وشي وايديا ورجلي بالظبط وقفوا، عارفه اللي هو ساقعه فظيعه. في اخر برضه المسافه لا كنت ابتديت بقى سعانه جدا، يعني بقى 5 ساعات، فابتديت بقى خلاص في الميه ما تطلعيش خالص. لا لا تطلعيش 5 ساعات متواصل. لا لا لا. ايه اصعب حاجه في رحله زي دي في الميه؟ بصي هي كل رحله فيها صعوبه، بس دي كانت مشكلتها في الطيارات. في ساعات كده كان طيارات انت ما بتبقيش فاهمه الميه بتعمل فيك ايه، يعني انت رايحه كده ولا جايه كده ولا فانت عماله بتعومي، ساعات بتلاقي نفسك واقفه في مكانك. يعني بعوم في حته الميه بتعاندني، وكمان في الاخر بتبقى خلاص الماسلز ابتدى يبقى فيها سورنس يعني وجع وبتاع، فانت اوريدي عارفه اللي هو سيبوني اعيش. لا عايزه اكمل. يبقى لحظات التحدي الصعبه اللي في الاخر بس. وبعدين بعد شويه بقى البرد يعني ابتدى يبقى عنيف، بس يعني فرحه لما بتوصلي حاجه تبقى بتضيع كل الوجع ده خالص، ما فيش بقى ما بتحسيش بحاجه ساعتها يعني. طب بيبقى في تدريبات بقى قبلها في نفس البحيره اللي انت هتعملي فيها التحدي ده، وتدريبات بتبقى قدها قبلها بقد ايه؟ لا بصراحه انا وصلت يوميها بالليل، يعني ليله التشالنج بالليل. انا كنت قبلها في تريننج كامب في المجر مع حد من برضه فيري ويل نون سويمرز من في العالم. وبعدين طلعت من المجر على فرنسا على باريس، ونزلت من باريس المدرب منتخب فرنسا استنانا في المطار، خدنا سوقنا 6 ساعات، وحتى حصل مشاكل في السكه وبتاع، وصلنا بالليل. انت قمتي وانت مجهده اصلا؟ انا ما نمتش يوميها. طب قولي لي البحار او البحيرات او فين اللي انت الاماكن اللي انت قمتي فيها في العالم؟ انت ابتديتي معانا باسبانيا. بصي اسبانيا كان سباق تراتلون، كان ثلاثي، فكان هو عباره عن بحر متوسط، ان دان بقى عملت 180 كيلو عجل وال42 كيلو جري، فمش هقدر اقول لك ان هو كان المين فوكس عليه. طب على قمتي فين تاني؟
لا عادي في يعني بحر احمر مصر هنا ما يعني ما طلعتش انا لسه بقول لك انا ما بقليش كتير في مجال الرياضه يعني انا كلها بنزل اخد التشالنج واتمرن له اتمرن له اتمرن له واروح اعمله. لكن مش متاخر يعني انا من احلامي بلاش مش هتكلم ولا ايه عشان ما تزعلش انا من احلامي ان انا اتعلم السباحه هل ده في اي وقت اقدر اقول ان هو متاخر او مش هعرف ولا لا في خلص. اي وقت بصي انا بعد اللي انا عديت بيه يعني كله اقدر اقول لك ان مفيش اي حاجه متاخر اللي عايز اي حاجه هيقوم يعملها بس تبي عايزاها وبتنفذيها وتحطي بلان وتمشي عليه لو ما حطيتيش بلان طب نحط سوا بعد الحلقه نحط سوا الحقيقه انا سعيده جدا جدا بيكي وببقى سعيده بالنماذج دي الحقيقه اللي بتقدم لنا دايما يا جماعه مفيش حاجه اسمها حلمك عدى او متاخر او ما ينفعش دلوقتي او خلاص مش لا كل حاجه تنفع وتنفع كمان مش ان انت تبتدي بس تحققه لا كمان تبقى بطل فيه. شكرا رندا المهدي صباح المصريه شرفتينا وافدتينا ونروح سريعا لانا المصري النهارده هنتكلم على الفنان الكبير اسامه عباس النهارده عيد ميلاده ونقول له كل سنه وانت طيب ربنا يديك يا رب طولة العمر والصحة ودايما مبدع. شوفوا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. دايما بنتكلم على اهميه ان احنا نلاحظ اطفالنا وان احنا نعمل على تنميه مهاراتهم مش الاطفال كمان او نقدر نقول كل الاطفال بالتاكيد لكن كمان ذوي الاحتياجات الخاصه بيبقى لهم اهتمام خاص جدا. الحقيقه موضوع مهم جدا على المستوى العملي والعلمي بالنسبه لهم علشان كده ضيفتنا النهارده قررت انها وخصوصا مع دخول الدراسه فحاولت انها تركز على احتياجات اطفالنا من ذوي الاحتياجات الخاصه انها تنمي مهاراتهم وانها توفر لهم ادوات تعليميه ومهاريه مبتكره مختلفه تقدر من خلال هذه الادوات ان احنا ننمي مهاراتهم قصص بقى كوميكس حاجات كتير كده هنتعرف عليها ازاي انها بتعمل هذه الأدوات. سهى عبد الناصر مصممة قصص وأدوات لتنمية مهارات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أهلا بيكي وصباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك صباح الفل وشكرا على استضافتي جدا. نورونا يا سهى واحكي لنا بقى إيه كوميكانو كورنر ده اسم البروجكت بتاعك أو المشروع بتاعك إيه هو عبارة عن إيه وبيقدم إيه لذوي الهمة؟ كوميكانو كورنر هو مشروع بيقدم صناعات إبداعية للأطفال ذوي الإعاقة. الصناعات الإبداعية دي مقسومة حاجتين الحاجة الأولى إن احنا بنعمل إعادة تدوير مخلفات البيئة بنصنع منها أدوات تنمية مهارات للأطفال ذوي الإعاقة. الجزء الثاني إن احنا بنرسم قصص كوميكس سواء لتنمية مهاراتهم أو لرفع وعي المجتمع بقضيتهم سواء قضيتهم في الشارع في المترو طبيعة التصرفات معاهم إلى آخره وده بشكل غير مباشر برضو بينمي مهاراتهم خاصة مهارات الثقة بالنفس مهارات التعامل مهارات التواصل بشكل إيجابي.
فده كوميكانو زي اللي احنا شايفينه على الشاشه كده، دي او الستوريز اللي انتوا بتعملوها مع الاطفال. كل الحاجات اللي احنا بنعملها دي احنا اللي راسمينها، كل حاجه بتحصل او بتدخل في الاداه هي مرسومه احنا اللي بنعملها. ده كرتون احنا بنقصه عشان ندخله في الاداه، دي الادوات بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها عشان نطلع الاداه بشكل نهائي. دي كانت اداه اسمها اداه سلم التكوين. دي كل الديزاينات اللي احنا بنعملها وبتعبر عن الروح. واحنا لسه مستمرين في عرض صور، لكن انا شايفه ان هو احنا هنا بنخاطب الاطفال بصفه عامه ولا ذوي الاحتياجات الخاصه؟ لان شايفه ان هو دي تنفع لكل الاطفال. تنفع لكل الاطفال طبعا، ولكن هنا هنيجي عند تحديد مستويات الاداه وبتركز على اي جزء من تنميه مهاراتنا. احنا بنركز على يعني الالعاب والصور والحاجات اللي احنا شايفينها دي معموله بناء على دراسات خاصه بتبقى بتقيس مستوى معين ما ينفعش نعلى عنه في فئه معينه من ذوي الاحتياجات الخاصه. بالظبط، فئه معينه واحنا بنحددها وسن معين، لان كل سن بيخاطبوا مستوى معين من تنميه المهارات. انا عاوزه انمي الجزء الاولي من الادراك وهو التعرف، في اداه ثانيه خلاص الطفل عدى مرحله التعرف فندخل على مرحله الفهم، طفل عدى مرحله التعرف والفهم فندخل على مرحله الادراك وهكذا. فكل حاجه بيكون ليها هدف مبني على اعراض احنا شايفينها ودارسينها، فبناء عليه بنحدد العمر والعرض وبنشتغل على ده. بتوصلي للاطفال دول ازاي بقى؟ بتقدمي لهم الخدمات دي فين؟ انا بصمم لكن مش بقدم الخدمه للطفل نفسه، يعني انا عامل وسيط بين الطفل والاخصائي او الطفل والمركز بتاعه او الطفل والام لو هم موجودين في بيت. وانت بتوفري الادوات وهنعمل ايه بالادوات دي؟ وتشرحي للمركز وهم ياخدوها يوصلوها للطفل ويعملوها معاه. بالظبط انا كده فهمت. بالظبط، بعمل طريقه استخدام والمركز بياخدها بيبدا يتعرف على الاداه وطريقه استخدامها ويشتغل مع عدد من الاطفال الموجودين في المركز عنده. وهكذا الام اللي قررت مثلا ما توديش ابنها المركز لاسباب معينه او حصل وقت مخاطر او ازمات زي الكورونا زي الامراض اللي بتجينا مره واحده وبنضطر كلنا نقعد في البيت، تنميه مهارات الطفل ذوي الاعاقه مهم تكون متصله، فمن خلال الادوات دي هتقدر تشتريها وتستخدمها في البيت بشكل سهل وما يكونش فيه عمليه متقطعه، لان دي مشكله بتقابلها الامهات بشكل كبير وقت المخاطر. هل الالعاب اللي احنا شايفينها برضو بتعرض معانا على الشاشه دي بتناسب كل الانواع من ذوي الاحتياجات الخاصه؟ يعني بنتكلم على كل الالعاب بتناسب مثلا اللي عندهم توحد، اللي عندهم فرط حركه، اللي عندهم يعني بتبقى متوافقه معاهم كلهم، ولا كل واحد عنده العاب خاصه بيه؟ هو طبعا انا هقول لحضرتك الفئات اللي احنا بنشتغل عليها، احنا بنشتغل مع فئات مش شديده الاعاقه. لان الفئات شديده الاعاقه بتكون محتاجه تدخل مختلف عن مجرد الاداء اللي احنا بنعملها لاستعداديتها ان هي تقدر تقعد قدام الاداء اصلا. لان في اطفال مش بتقعد قدام الاداء او بتقطعها او ما عندهاش اصلا الادراك الكافي ان هي تستقبل ان احنا ممكن ننقل حاجه لحاجه. فدول احنا بنوجه الام لو جت طلبت مننا اداء ان احنا محتاجين تدخل طبي او نعمل خطوه معينه وما نوصل لدرجه معينه نقدر نستخدم الاداه بتاعتنا. لكن احنا بنستخدمها دلوقتي مع الاطفال ذوي الاعاقه الذهنيه البسيطه والمتوسطه والتوحد الدرجه البسيطه والمتوسطه، فرط الحركه وتشتت الانتباه والتوحد البسيط والمتوسط زي ما قلت. ومش بنتطرق قوي زي ما قلت للاعاقات الشديده، وبنحط خطوه اولى ولا في مجال بعد كده؟ نعم، كخطوه اولى ولا في مجال بعد كده هنبقى نوصل بقى للدرجات الشديده؟ هو الدرجات الشديده بتتطلب طبعا ادوات ابسط من اللي احنا بنعملها دلوقتي. ولكن امتى اقدر اوصل للاعاقه الشديده؟ اما يجي لي حد جاهز فتنميه مهاراته اما بتعلى بينقل من الدرجه الشديده للدرجه الاقل منها شده، فبنبدا نقدر نكون جاهزين ان احنا نعمل ده. والله سهى انا يعني بشجع قوي المشروع بتاعك، وينفع لكل الاطفال هاند كرافت تشغلهم شويه عن الموبايل والتابلت اللي بيقعدوا قدامه طول اليوم. انت نورتينا سهى عبد الناصر، مصممه قصص وادوات لتنميه مهارات الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. شكرا يا سهى على وجودك، نورتينا. فاصل صغير وبعد الفاصل مكملين معاكم باقي فقراتنا، خليكم معانا. مع رجوع المدارس مرة تانية والولاد بيصحوا الصبح بدري يروحوا المدرسة، عندهم حصص كتير محتاجين يذاكروا ويستوعبوا ويفهموا اللي بيتقال في المدرسة. النهاردة هنتكلم عن التغذية، أهم حاجة بالنسبة للأطفال الصغيرين وفي مراحل سنية مختلفة هي التغذية. إيه الأكلات اللي ياخدوها الأطفال المدرسة أو حتى ياكلوها في البيت، يفطروا ويتغدوا ياخدوها بين الوجبات تساعد على
زيادة النشاط العقلي وتقوية الذاكرة. هتقول لنا النهاردة ناخد ايه وناكل ايه ونأكل ولادنا ايه؟ ضيفتنا المشرفانة الدكتورة هبة ناجي، أخصائي واستشاري التغذية العلاجية. أهلا بيك يا دكتورة هبة. صباح الفل. صباح الجميل. صباح الخير يا دكتور. والسؤال الأول اللي ممكن يجي على يعني دماغ العديد من السيدات المصريات، إن ابني هل ممكن اكله اكله معينه تخليه يبقى قاعد زي ما بيقولوا كده الفول مثلا او ما شابه، مش عايزه اقول الكلمه البرتقال يعني، خليه مش مركز، هل الاكل بيفرق في القصه دي؟ بصي، هو عموما الاكل والتغذيه بتفرق في كل حاجه، يعني اي حاجه دايما بيقول لك ايه، بصي على معدتك انت بتاكلي ايه. فحتى في الذاكره في وان احنا نركز وكده برضو التغذيه ليها. مش بتكلم على المدى البعيد، انا بتكلم دلوقتي اني انا هاكله اكله ممكن تخليه يبقى قاعد في الفصل مش مركز، واكله ثانيه اخليه مركز. طبعا لو احنا بنديله سكريات كتير، لو بنديله نشويات بسيطه كتير، الحاجات دي كل الحاجات دي بتقلل التركيز. بنديله بقى الحاجات اللحوم المصنعه، البسطرمه، اللانشون اللي هو اللي بره مش اللي احنا بنعمله في البيت، كل الحاجات دي بتقلل التركيز. عايزين بقى نزود التركيز بنديله حاجات صحيه. بس زي ثانيه واحده، هو الفول لا هو سكريات ولا هو لحوم مصنعه؟ لا هو الفول، ومع ذلك بيقلل شويه التركيز. لا الفول مش بيقلل التركيز، يعني اللي هي ما كانتش عايزه تقول بخليل. لا هي متنع. لا انا هقول لها، مش عايزه تقول كده، بس هو لانه هضمه بياخد وقت، فالدم بيروح من المخ للمعده، فبتبقى قاعد مش مركز. لا هو الفكره في ايه؟ الفكره في كميه الاكل اللي احنا بناكلها. يعني حتى لو انت بتاكلي اي حاجه تانية غير الفول وكلتي كميه كبيره برضو احنا هنتنح. فهي المشكله كلها المشكله كلها يعني بتبقى لفيته في الاخر وبرضه وصلنا لنفس الكلمه. المشكله كلها مش بتبقى في الفول، المشكله كلها بتبقى في كميه الفول اللي احنا بناكلها قد ايه، كميه العيش الابيض اللي احنا بناكلها مع الفول قد ايه. طب انا حاجه بقى، يعني انت جايبه لنا حاجات كتير قوي، بس في حاجه شد انتباهي من اول ما جيتي، ايه الورقه الكبيره دي؟ دي ايه دي؟ دي سبانخ. ايه ده ما شاء الله، سبانخ بيبي سبانش. ايه ده، بصوا ما شاء الله ورقه السبانخ. هي مش بتتاكل كده صح؟ انت جايبها لنا عشان تقول لنا نطبخها؟ انا هقول تتاكل كده. بصي ممكن تضيفيها للسلطه او العصاير، طعمها مش دي. طعمها مش بيبان خالص في العصير مع الفاكهه، وممكن كمان نعملها مع الاومليت بتبقى حلوه قوي. ممكن بقى نعملها خضار عادي. فكره حلوه قوي. جدا بيبقى طعمها حلو قوي. اول مره اشوفها. هي طعمها احلى كمان من السبانخ المطبوخه. يعني دي ممكن تتاكل كده؟ ممكن ندوقها يعني دقيق. ولا انا حاسه ان احنا بناكل ورق شجر؟ لا الله يطعمها. انت مش هتحس ليها طعم، ملهاش طعمها ورق اخضر عادي، ورق شجر يعني. ورق شجر. طيب ايه فوائد ان احنا ناكل السبانخ الاخضر عموما؟ الورق الاخضر، الاخضر عموما فيه فيتامين سي. فيتامين سي بيحسن صحه الدماغ، بيزود التفكير بتاعنا. انا حاسه اني ارنب ونفس اللون اللي انت لابساه. حاسه اني ارنب تماما، يعني اخضر اخضر. تمام. ده بالنسبه للخضروات الورقيه عموما، وكمان بتشبع بقى اسرع، يعني كلها قيمه غذائيه حلوه قوي. نيجي بقى بعد كده للشوكليت. حتى الاطفال نحاول ان احنا جايبه شوكليت سايباني اكل ورق من الشجر. خدي شوكليت. حتى للشوكليت مهم ان احنا نحاول نحبب الاطفال في اللي هي الدارك، يعني مش لازم نديلهم اللي هي دارك 90%، ممكن نديلهم 70% بيبقى فيها برضو لبن وبيبقى فيها دي مش دارك شويه. لا دي مش دارك. دي 70%. تمام. دي بتحسن الذاكره بتحسن ولا التركيز والانتباه؟ بتحسن التركيز. ليه؟ لان هي فيها فلافونويدز. الفلافونويدز دي ماده من مضادات الاكسده، دي مهمه جدا لصحه الدماغ. فيها كمان ماده اسمها سايبرومين. السايبرومين دي ماده مهمه جدا للنواقل العصبيه ما بين الدماغ واشارات الجسم. فيها كمان مغنيسيوم، فيها كمان بوتاسيوم. طبعا الشوكولاته من الحاجات الرائعه، بس التوقيت انا دايما بيفرق معايا التوقيت. هل ممكن ااكل اطفال صغيرين رايحين مدارس شوكولاته على الصبح؟ لا مش على الصبح، مش هنفطر بيها. مهم جدا اصلا في كل لكن الاحوال، لكن تبقى في خلال الجدول اليومي او في خلال يعني يعني مهم مع الوجبه بتاعتهم. ممكن مهم أجيبه. مهم ان هو حتى لو حد كبير ان احنا وجبه الفطار هي وجبه اساسيه جدا. بعد كده بقى ناكل سناكس، عايزين ناكل شوكليت، عايزين ناكل ممكن الشوكليت ناكلها كمان مع بروتين زي الزبادي. ده هيديها قيمه غذائيه اعلى. قد ايه يا دكتور؟ ممكن من الشوكولاته تحديدا، لانه هي سكريات في الاخر. ممكن ناكل قطعه صغيره المربع زي اللي انت واخداه ده دلوقتي. بس من مربع لاثنين. تمام. طيب انت جايبه لنا حاجه مهمه جدا وكل الناس بتحبها بالتاكيد، التونه. التونه التونه غنيه بالاوميجا 3 هي والمكسرات. وهنا برضو عين الجمل. عين الجمل دي من الحاجات المؤثره جدا على الذاكره بالتاكيد، سواء كنا بنتكلم على التونه او عين الجمل، وفيها برضو الزيوت الاوميجا 3. الاوميجا 3 ايوه، فيها دهون صحيه كمان. بالاضافه ليه بقى بذور الشيا.
في برضو دهون صحية بالإضافة للأفوكادو. الأفوكادو حلو جدا برضو لصحة الدماغ، برضو فيه دهون صحية كل دي. طب قبل ما ننتقل من طبق المكسرات، هل كل المكسرات أو كل أنواع المكسرات فيها نفس الفوائد؟ يعني أنت جايبة لنا عين جمل، هل لانه اعلى مثلا في القيمه الغذائيه من اللوز من البندق؟ يعني بصي، هو واللوز اعلى حاجه في الاوميجا، بعد كده اي حاجه تانية، وكمان الكالوريز بتاعتهم بتبقى اقل من الحاجات التانية، عشان برضو ان احنا بنهتم بالكالوريز واحنا بندي حاجات صحيه. يعني كم واحده في اليوم وللطفل الصبح؟ يعني ممكن هي بتبقى على قد قبضه الايد الطبق ده يعني. يعني هو ده. طيب والبلح من الحاجات المهمه برضو قوي، بس بالتاكيد لازم البلح خصوصا عشان فيه سكريات عاليه، لازم ناكله بالعدد مع بروتين. يعني ناخده مع بروتين كمان، يعني لو انت يشترط ان انت هتديه للطفل مثلا الصبح عشان انت خايفه ان هو ما ياخدهاش معاه في المدرسه او ما ياكلهاش في المدرسه. ممكن تديها له مع زبادي او رايب او لبن زي ما هو بيحبه. الصبح ولا بالليل ولا تبقى ممكن سناك؟ ممكن تديها له الصبح، ممكن تديها له اثناء اليوم. لو انت هتديها له الصبح تديها له مع بروتين. مع بروتين، البروتين. يبقى احنا جبنا سيره على طول، اهم حاجه في البروتين البيض. واسهل حاجه واجمل حاجه، وفي ثانيه كده وانت بتلبسي تكوني عامله دول وتاكلي لك اتنين وتنزلي تروحي الشغل ويبقى احلى فطار. هايل جدا برضو لصحه الدماغ، لانه في ماده الكولين كويسه جدا لصحه الدماغ. ونفطر بيه الصبح عادي. طب وانواع البيض الثانيه يعني غير المسلوق؟ المسلوق ممكن يبقى صعب مثلا في المدرسه، ما صعب الاولاد ياخدوه. ما فيش سندوتشات البيض العاديه الاوملات كلها مفيده جدا، ما بتفرقش الطريقه خالص. انت ممكن تحطي له عليها مشروم، ممكن تحطي له عليها زي ما قلنا سبانخ، ممكن تحطي له عليها خضار، فلفل الوان، الحاجات دي. ده كله كويس. ممكن كمان في ناس بتخاف ان هي تعمل للطفل بسمنه بلدي فتعمل له زيت زيتون، فالطفل ما يحبش طعم زيت الزيتون. يعني هم مش زينا، هم لا عادي. انت ممكن تعمليه بمعلقه صغيره سمنه بلدي بتبقى اللي هي الطبيعيه دي، برده هتبقى كويسه جدا وتبقى دهون صحيه هو اكلها مع الفطور بتاعه. ودلوقتي اصلا اثبت ان هو سمنه بلدي ما فيهاش اي مشكله. بالظبط. طيب ايه المشروبات بقى انت عامله لنا ده؟ ايه دي؟ اكيد مش للاطفال الصغيره، ده شاي اخضر. لا لينا احنا بقى. ده شاي اخضر. الشاي الاخضر غني بالكافيين. ايوه. بالذات عشان خاطر صحه الدماغ وعشان خاطر يفوقنا بقى، يعني بدل الناس اللي هي بتشرب قهوه الصبح، فالقهوه ممكن يعني ينفع ده يتشرب الصبح؟ ينفع يتشرب الصبح. مش بيبقى فيه له تاثير على المعده؟ ملوش اي حاجه. الشاي الاخضر مفيد جدا زيه زي الماتشا، زي الماتشا. ممكن يفوق؟ ازاي بديل للقهوه؟ يعني هل تاثيره فعلا زي القهوه ولا اقل شويه؟ تركيز الكافيين في القهوه اعلى، علشان كده بيقول لك القهوه الصبح بدري لو انت بتشربيها على ريق هتزود لك هرمون الكورتيزول فهتوترك طول اليوم، مش هتبقي مركزه. لا، هو تاثير الكافيين فيه اقل، هو والماتشا. فبالتالي انت عادي لو انت شربتيه الصبح انت هتفوقي وهتاخدي نسبه كافيين كويسه، ليكي في اعصاب هاديه. بالظبط. طيب قولي لي بقى كده وجبه سريعه للام الصبح تفطر بيها اولادها من السفره اللي انت عاملاها دي. طبعا احنا مش هنفطرهم اكيد لا تونه ولا سالمون ولا الحاجات دي، يعني الحاجات دي بنخليها بقى للغدا او ممكن نضيفها في السلطه. لا مش هنحط برده تونه للاطفال في اللانش بوكس، ممكن لو احنا كبار نحطها لهم. لا ممكن نعمل لهم بيض بمختلفه. ليه للاطفال لا ساندوتش تونه مثلا؟ لو خدوها معاهم هتبقى الريحه بقى الزفاره شويه. بالظبط بتاعت السمك. لكن العادي لو هو حاببها تمام. اوكي. هياخد بيض، ممكن نعمله ساندوتش فول. مش هيعمل له اي حاجه. حلو قوي. ممكن عايزين تقول لنا ايه الحاجات؟ جبنه، الجبن ايه اللي بتبقى محببه للاطفال؟ الجبن الطبيعيه اللي هي بيبقى مكتوب عليها لبن طبيعي. لكن الجبنه مثلا اللي هي الجبنه الرومي لا، الجبنه الصفراء بكل انواعها لا، لان هي ما تبقاش بلبن. في برضو ناس بيقول على الجبن اللي هي سريعه الفرد على الحاجات دي بتبقى فيها نسب عاليه من الزيوت، خصوصا زيوت النخيل وزيوت الحاجات دي. في جبن منها اللي هي مش الجبن هقول لك، في جبن مكتوب عليها لبن طبيعي، حتى من اللي هي السبريد دي بيبقى فيه جبن مكتوب عليها لبن طبيعي. الجبن اللبن طبيعي دي ما فيهاش مشكله. يعني الفاكهه من الحاجات المهمه جدا اللي ناكلها لاولادنا الصبح، ايه انواع الفاكهه المفضله او اللي ممكن ترشحيها لنا تقوي الذاكره او تعلي نسبه التركيز والانتباه الصبح؟ فيهم كلهم ممكن هي الافوكادو.
بس احنا بقى ممكن نضيف عموما للاطفال فاكهه لان هي صحيه، ممكن تدي لهم بقى معاه تفاحه، ممكن تدي له معاه يعني دي هتبقى في اللانش بوكس عادي، مش شرط ان هي مش هتقوي الذاكره. صغير وتحط له افوكادو، مش هنحط له افوكادو بس احنا بقى ممكن نعمله له عصير الافوكادو، هو ده من افضل الفواكه اللي هي بيبقى فيها نسبه اوميجا. عايزه قائمه، مش عايزه اقول محرمات لكن قائمه، ممنوع ان هو الطفل ياكلها الصبح لان دي هتسبب ان هو يبقى قاعد مش مستريح مش مركز في الفصل. زي ما قلنا اللحوم المصنعه، المعلبات، المقليات، اللحوم المصنعه دي اللي هو كل، معلش مع احترامي الشديد، كل الامهات بيعملوها لاطفالهم الصبح. البسطرمه الصبح، يعملوا البيض بالبسطرمه الصبح، فالطفل بسطرمه الصبح يعني بيعملوا بسطرمه. لا والله بيعملوا حاجات كتير وطفل صغير لما يروح الجامعه هياكل ايه، بيعملوا حاجات كتير جدا. السلامي برضو يعني ما ننصحش بيه الا برضو لو هو بلحوم طبيعيه. دلوقتي اصلا كمان تقدري تعملي اللانشون في البيت، يعني في طرق كتيره جدا لللانشون في البيت، والحاجات دي طبعا اللانشون برضو المصنع. لا طيب قلنا اول حاجه كل اللحوم المصنعه، ايه تاني؟ العصاير المعلبه، نحاول المعلبة نعمل لهم في البيت. ليه بقى؟ عشان ايه؟ مواد حافظه يعني؟ علشان المواد الحافظه، وعشان كمان نسبه السكر فيها بتبقى عاليه. ده غير ان هي مش بتبقى فاكهه طبيعيه 100%، يعني كلها بتبقى الوان صناعيه، معظمها الوان صناعيه وكده. ف طيب يبقى نبقى بمكان العصير اللي هو معلب بعصير طبيعي، ايه تاني؟ بعصير طبيعي. ممكن كمان الفكرة الألبان، هل الألبان يعني إحنا وإحنا صغيرين دي لازم من نقعد يعني سواء أردت أو لم ترد يعني كوباية اللبن ومعلقة العسل، هل دول من الحاجات الصحية ولا بيبقى فيهم؟ أنا حاسة إن هو لما ياخدوا عسل الصبح يبقى الانرجي عامة بتاعته بتبقى زيادة، يعني بيعمل له فرط حركة. هو كده كده في المدرسة بقى فعادي يعني. بس هيطلع على اللي حواليه فلا يعني. لا بس هيبقى فايق لو هو خد دي معلقة العسل مع الحليب الصبح، دي كويسة جدا. ممكن ياخد نستبدل كمان العسل، ممكن نستبدله بالتمر، هيبقى حلو قوي. على ذكر كوباية الحليب، ايه رأيك في الناس اللي ممكن تاخد كوباية الحليب وعليها بيض الصبح، بيض ني؟ بيقولوا ان دي بقى بتدي طاقه، ده ايه صحيا يعني مفيد ولا لا؟ هو في ناس بتقول مفيد، بس هو عموما البيض الني هو مش صحي يعني. ممكن بقى نعمله ان هو نص سوا مثلا وناكله جنب الاكله اللي انت بتحبيه، ميديوم دان وكده تمام. لكن لا، لازم طبعا البيض يستوي. يعني دي ده مشروب مش صحي، ما تنصحيش بيه؟ لا انا ما بنصحش بيه اي حد. لا هو ده بيبقى بالنسبه للناس اللي هو بيلعبوا رياضه، بتلعب محتوى بروتيني لم يحدث وبطلوا كمان دلوقتي مع وجود المكملات الغذائيه اللي هي بتديهم البروتين العالي. ففي حاجات كتير. طب في حاجات تانية او في اي ممنوعات على الطفل الصبح؟ لا كده. ان هو الطفل المقليات، الايه؟ المقليات. طبعا. دلوقتي بقى في اير فراير بقى بتغنينا عن المقليات، حتى لو معموله بالاير فراير. لا احنا الاير فراير نعمل بيه فيها مثلا بطاطس، يعني بقول لك نقلي في الاير فراير لكن ما نقليش في الزيت. لكن يعني برضو ان هو مقليات الصبح ده بيخليه يبقى قاعد مركز عادي، حتى لو معمول ما يخليهوش مركز، لكن لو معمول في الاير فراير يخليه مركز. هو الاكل في الاير فراير احنا بنقول عليه مقليات برضو يعني. يعني بطاطس في الاخر احنا بنقولها. لا هي بطاطس محمره. بصي هي البطاطس كبطاطس هي صحيه جدا يعني، حتى في الدايت. الناجتس مثلا، الناجتس كناجتس لو انت اللي عاملاها في البيت مش شارياها من بره وبتقليها، هي صحيه جدا، هي فراخ، هي بروتين. لكن لو انت ضفت لها زيت من بره، هو ده اللي بيبوظ الفايده بتاعتها. دكتوره هبه ناجي اخصائي التغذيه العلاجيه، شرفتينا وافدتينا يا دكتور. شكرا لوجودك معانا. خلصت حلقتنا، بكره ان شاء الله يوم جديد وحلقه جديده، و8 الصبح ابدا يومك صح.